طلاب الخامس العلمي الأبطال، ورجعنا وياكم بالحلقة الثانية والأخيرة من الفصل الرابع. طلاب، الفصل الرابع فصل ضخم كلش. زين، الحلقة الأولى كانت عبارة عن أساسيات، ما كانت يعني ما أخذت بها لا أسئلة كتاب ولا مواضيع ولا شيء. هاي الحلقة راح تصير مطولة، يعني راح تعبر الساعة، بس هاي راح أخذ لك بيها كل شيء بالفصل. زين، هي هاي اللي توديك للإعفاء. ذيك كانت شنو؟ تمهيد، هنقول لك، لأن ذيك كانت كلها الزوايا، حفظت لك بيها الزوايا. هسه لا، راح نبدا راسا نحل تمارين. اوكي طلاب، فضروري جدا هاي الحلقه تضبطها زين مثل الحلقه الاولى، لان هي هاي اللي تخليك تطلع درجه عاليه ان شاء الله. زين، شوف، راح اخذ اول شيء سؤال بالكتاب. اني بالحلقه الاخيره قلت فد ملاحظه، حرجع اعيدها شويه. شنو هي الملاحظه؟ قلت اذا اجت الزاويه فردية، الأرقام الفردية تعرفوها، ترجحها رأسا للباي. شو تسويها رأسا؟ باي. أما إذا، هاي ملاحظة ثانية، أما إذا إجت الزاوية الزوجية فترجع للصفر. طبعا إذا كانت هاي الحكي، إذا كان بداخل ساين وكوساين، وإذا بدون ساين وكوساين، القاعدة ثابتة، الرقم الفردي بالزوايا يرجع باي، أما الزوجية يرجع صفر. شوف، هذا السؤال مال الكتاب منطقي، يقول لك جد القياس الرئيسي للزوايا، بس انت هنا اكو شغله غريبه، انه هي الزاويه منطقي اياها طايره بدون لا ساين ولا كوساين. ايوه عادي، واذا نفس القاعده طبقها، تقول استاذ مؤمل قال لي رقم فردي، هذا 21 رقم فردي يرجع باي، خلص ما تنحل الباي، ما تقدر تحلها، لان هي ما بيها لا ساين ولا كوساين، تعوفها هيك تعوفها. اوكي، مثلا اذا اعطيك رقم زوج، هذا السؤال من قلبي يعني، مو موجود بالكتاب، رقم زوجي لا يرجع صفر الناتج. وصلت الفكره؟ فهي القاعده مو شرط الزاويه تجيك بالساين والكوساين، ممكن تجيك الزاويه اصلا بدون ساين وكوساين. نفس الملاحظه، فردي، ارقام الفرديه تعرفها، الارقام الفرديه اللي ما تقبل قسمة على اثنين. اوكي، رقم فردي راسا شو تخلي الناتج؟ تخلي الناتج باي. رقم زوجي تخلي الناتج راسا صفر، انتهى الموضوع. اوكي زين، هاي الملاحظة أنا كتبتها لكم ذيك المحاضرة، أوكي؟ فراح أمسحها هسه، يعني هاي بس تلميح بسيط. زين، هسه خلينا ناخذ فد شغلة مهمة كلش، إذا إجت الزاوية سالبة، طبعاً يخاف يجيبوا لكم إياها بالامتحان عليها درجتين ثلاث درجات، إحنا كل شيء نتعلم، ما أريد شيء يفوتك. يمكن أنا ما أنطيتك بذيك المحاضرة إجت الزوايا سالبة، أعطيتك الزوايا الكبيرة بس ما أعطيتك إذا سالبة. الزوايا السالبة خلينا نعطيها بطريقة خاصة بها، طبعا هي عليها كم مثال بالكتاب يعني قليلات. شوف هسه هاي لو تلاحظ هنا الزاوية حاليا ما بيها لا ساين ولا كوساين، فشلون راح نتعامل وياها؟ راح اسوي لك فت خطوات حل إلها. خطوات حل للزوايا السالبة. نقول أول خطوة، شوف أول شيء ناخذ ضعف المقام. ناخذ منه؟ ضعف المقام. طبعا هاي الطلاب شوي كلمة ضعف يعني خربط بها، طبعا طلاب كلمة ضعف يعني تضرب المقام في اثنين، لا تدوخ بها. يعني مثلا المقام اذا هو، طبعا المقام هو هذا الجو، لا تفضحونه وما تقولون ما نعرف المقام، المقام الجو. هذا المقام مجرد تضربه في اثنين، فكلمة ضعف المقام انه المقام نضربه في اثنين. زين، اخذنا ضعف المقام، شو نسوي؟ نقول بالخطوة الثانية نظل بالعامية نظل نضيفه للبسط، يعني فوق، لحد ما يصير البسط موجب. لحد ما يصير البسط اشارته شنو؟ موجب. يعني اول شيء انت شو تسوي؟ اول شيء تقول لي هو من وضع في المقام هنا الطلاب؟ اربعه، صحيح؟ حظل تضيف زائد اربعه فوق لحد ما يصير هذا موجب. يعني اختصر لك اياها، ناخذ ضعف المقام ونظل نضيفه للبسط لحد ما يصير موجب. هسه كرار، شنو وضع في المقام هنا؟ أربعة، وين راح نضيفه؟ كرار، للبسط. نظل نضيفه لحد ما يصير البسط اشارته موجب. يعني هسه اول شيء راح اضيفه، سالب 15 زائد 4 حيصير سالب 11. طبعا هاي اللي ما يعرف شلون صار، اشارته الكبير ونطرح. اوكي، همينه شنو؟ ما صار موجب، نرجع هم نضيف 4. سالب 11 زائد 4 سالب 7. هم صار، هم اضيف له 4، واظل اضيف 4 4 سالب 3. هم بعده سالب،
اضيف له 4. شوف هنا اخر مره، هنا من راح نضيف 4 ركز، اشاره الكبير تصير موجب، نطرح 4 ناقص 3 يطلع 1. اوكي طبعا الواحد ان كتبه او ما كتبه عادي. اوكي فطلع الناتج باي على 2. يعني استاذ مؤمل احنا نظل نضيف 4 4، اي نظل نضيف 4 4 لحد ما يصير شنو اشارته موجب. فانت شوف بالبدايه، اخذ ضعف المقام، شوف ايش قد شنو ضعف الاثنين 4. اذا تقول هنا انا راح نظل نزيد 4 4 فوق. استاذ هاي طريقه ثابته بالسايد، من تجيك الزاويه سالبه تاخذ ضعف المقام وتظل تضيفه فوق، تظل تضيفه فوق، تظل تضيفه فوق لحد ما يصير اشارته بالاخير موجب. اوكي يعني هي 4 ظل تضيفها للبسط، ظل تضيفها للبسط. اوكي وطبعا هذا تصير عمليه طرح لان اشارات مختلفه، اشارات مختلفه طرح. اوكي لحد ما صار اخر شيء موجب باي على 2. هاي بالنسبه للزوايا السالبه، خاف تجيكم بالامتحان. زين اذا هسه بعد شنو كرر الزوايا السالبه شنو نسوي لهن؟ مجرد ناخذ ضعف المقام ونظل نضيفه للباسط، نظل نضيفه. طبعا هواي طلاب يسلمون عليك، هواي طلاب يقولون كرار مصور، هو كرار مساعدني هواي، مرات اخذه كطالب ومرات يعني امانه يعني كرار ما مقصر وياكم ابد. الذهب تجي تشوفوك طلاب بعدين يلا اوكي. هاي بالنسبه للزاويه السالبه اكتبها بالدفتر. اوكي الزوايا السالبه خاف تجيك بالامتحان، بهاي الطريقه نتعامل وياها. زين هسه نجي هذا شنو هذا؟ شو هذا بس رقم، لا هو عليه ديجري مثلا، لو ما حاط له شيء حتى اقول هاي زاويه 66، لا هاي شلون نتعامل وياها 66؟ هم راح اعطيك بها ملاحظه. شوف خاف تجيك الزاويه كرقم، اذا اجت الزاويه رقم هيك مثل 66 او غيرها شو نسوي؟ نقول نضرب في، انت يا باوع الباي 22 على 7، فراح تقول نضرب في 7 على 22 باي، 7 على 22 باي. واضح الفكره؟ طبعا هو الباي 22 على 7 فهذا مقلوبه، فمن نفكه يختصر يطلع 1، يعني كانما انا ضاربه بواحد. فانت هاي تضربها شو وقت؟ لما يجيك هيك رقم، يعني هسه 66 شفته بالامتحان، خلاص اجي اضرب في 7 على 22 باي. تبدي تختصر 66 ويا 22 بها طبعا 3، هاي جايه عدله. اوكي 3 في 7 باي 21 باي، 21 باي رقم فردي يرجع للباي، 21 رقم فردي. اذا خاف يجيكم هيك رقم لا تخافون، نضرب بمن؟ في 7 على 22 باي. اوكي 7 على 22 باي، خاف يجيك رقم تريد تحوله الى زوايا، يعني تحوله الى شكل الباي تضرب في 7 على 22 باي. انا طبعا اعطيهم سريعات على مود لا يضيع وقتك، لان احنا نريد ناخذ كلنا بحلقه واحده. اوكي هذني ملاحظات بسيطه اكتبهن، خاف تجيك الزاويه هيك تضرب في 7. طبعا هي الباي اصلا ترى مو 7 على 22، الباي هي 22 على 7، بس احنا هنا مقلوبه، مقلوب الباي والباي. اوكي فيطلع عندي الناتج، طلع عندي رقم فردي رجع للباي. اوكي هذا هم سؤال مال كتاب، نجي على اخر سؤال ايضا مال كتاب، اذني بهن لعبات فاريدك تضبطهن كلش زين. هذا هسه احنا ما نتعامل ويا البوينتات، بس اني اقدر ايش اسوي؟ اقدر افسخه، راح اسوي رقم صحيح زائد البوينت. يعني باوع اخلي اول شيء الرقم الصحيح لـ8، اوكي بدون بوينتات 8 باي. زين زائد اني لـ8 من راحت راح يبقى بس العشر اللي هو 0.75، 0.75 باي. استاذ ليش نسوي هيك؟ حتى هاي نقدر نحلها، لان صراحه من يصير بس رقم زوجي نقدر نقول عليه الصفر، لان استاذ مؤمل ايش قال لك؟ قال لك اذا يصير الرقم زوجي شو الرجعه لمن؟ الرجعه للصفر. هسه هاي 8 باي انا مو علمتك ترجع صفر؟ ايش صار الناتج؟ صفر زائد 0.75 باي. يعني طبعا الصفر بعد ما تنكتب نقدر ما نكتبها اصلا، يعني بقى شنو؟ بس 0.75 باي. هاي سهله، 0.75 اذا نريد نرجعها طبعا هي مرتبتين، نقسمها على 100، هذا يرفع البوينت. زين طبعا دا رجعها انا لاصلها 75 على اختصر على 25 بها 3، وال100 على 25 بها 4، ايش طلع الناتج مالتي؟ 3 باي على 4. هاي الزاويه مالتي الرئيسيه. فانت من تشوف رقم بي بوينت اول شيء فسخه، خليه رقم صحيح وبعدين البوينت بصفه، حتى هذا يروح اذا زوجي يصير صفر، اما اذا فردي يصير باي. اوكي فهذا هنا ترى صار صفر للعلم والاطلاع. اوكي راح يعني، اوكي راح صفر يعني راح،
بس هذا، وهذا طبعا لين صفر بوينت، احنا ما نريد صفر بوينت فنقسم على 100. طبعا ليش 100؟ لان مرتبتين فصفرين، اذا ثلاث مراتب على 1000، لين مرتبتين فنقسم على 100 واختصرنا طلع عندي الناتج 3 باي على 4. هاي يعني اسئله بسيطه حتى نخلص من عندها. قرار وياي ولك الو ولك الو ولا منا منا نبلش منا. اوكي انا اخاف المصور لانه دائما اقول له ولك الو ليش مره مو نمت تصور نمت كرار. زين طلاب شوفوا، اول شيء احنا نعرف الساين والكوساين هيك ينكتبون. لا خلينا نقول فالثيتا مثلا كوساين، هاي انتم تعرفون ذني ما بين فد مشكله، الجيب والجيب تمام. اوكي بالعربي يسموهم الجيب والجيب تمام. اكو يعني داله جديده اسمها التان. التان هي ظل الزاويه تان ثيتا. التان هي عباره، راح نقسم الساين على الكوساين. التان عباره عن ساين على شنو؟ على كوساين. يعني الطالب صراحه ما يحتاج اصلا يحفظ التان مال، يعني طبعا اعطيك التان مال الزوايا تعرفك تحفظهن، بس اقصد اذا بالامتحان نسيتهن انت تقدر تقسم الساين على الكوساين. اذا انت حافظ الساين والكوساين بس تقسم الساين على الكوساين يطلع لك التان. فهاي بالنسبه للتان. اوكي بس انا مع ذلك راح اعطيك كم تان عندك تحفظهن، يعني هن ثلاث زوايا، تان باي على 3 هن ذني حتى بالساس يفيدنك، تان باي على 4 وتان باي على 6 حتى تخلص منهن. ليش تظل قسم تقعد تقسم ساين على الكوساين؟ هذين يحفظهن، يعني ما لك دخل بيهن. تان باي على 3 جذر 3. اوكي زين دقيقه بس خلي هاي جو هاي حتى لا تصير نفس الشيء. تان باي على 3 جذر 3، تان باي على 6. طبعا انا اقول للطلاب اقول لهم هاي الثلاثه كانما دخلت داخل الباي صار جذر، هيك هاي تحولت الى جذر ودخلت الثلاثه بداخلها. تان باي على 6 نفس تان باي على 3 بس 1 على جذر 3. اوكي تان باي على 4 اللي هي 45، هذا سهل يعني اعتقد انتم حتى حافظي. تان ال 45 هو 1. ليش؟ لان الساين والكوساين مال 45 نفس الشيء فيختصر يطلع 1. لان يحفظهن حتى تخلص منهن بعد، ليش تظل انت؟ انا هم خاف انساهن، انا اعطيك اياها من هسه احفظهن. اوكي بس انت بشكل عام التان قانون اللي راح تطبقه هسه بالامثله هو ساين على الكوساين، بس ذني خليهن لك بعدين راح نحتاجهن. فهسه اول علاقه جديده صارت عندك هي شغله التان. التان هو شنو؟ ساين على الكوساين. ساين على الكوساين. نجي على اول علاقه راح نعطيك اياها يعني غير التان اللي هي اسمها العلاقه الذهبيه. هاي اشهر علاقه بالرياضيات، العلاقه الذهبيه كلش مشهوره بالرياضيات، يعني حيل ما فوق ما تتصور. اللي هي شو تقول باوع؟ ساين تربيع، طبعا الزاويه ايش ما تكون ما تاثر، يعني 5 10 30 انا حكتبها ثيتا، زائد كوساين ثيتا شو يساوي؟ طبعا لازم تربيع وهاي هم لازم تربيع، يساوي 1. هاي يسموها العلاقه الذهبيه، طبعا هي مو اسم علمي العلاقه الذهبيه، يمكن واحد من مدرسين الرياضيات القدامى سماها العلاقه الذهبيه لانه هواي نحتاجها وهاي راح نستخدمها، اللي هي العلاقه اللي تربط الساين والكوساين، طبعا لازم اثنيناتهم بيهم تربيع. هاي هالقد ما مشهوره، شوفوا يعني انتم خاف مرات تقولون هسه ماكو غزل بالرياضيات، الرياضيات هم تهم بيه غزل ترى، شلون انا اقول لك شلون؟ يعني سووا تيشيرتات مثلا بيناتهم المتزوجين والعشاق، يعني هاي احنا الله يبعدنا الله يبعدنا. زين واحد يلبس تيشيرت مكتوب عليه ساين تربيع وهي تلبس تيشيرت ملبوس عليه كوساين تربيع، فمن يمشون سوا من نجمعهم سوا شي طش يساوون 1. فيعني وصلت الفكره؟ اني ساين تربيع وهي كوساين تربيع، شو نصير؟ اكو غزل ترى بالرياضات والله العظيم، يعني الرياضات ترى في غزل. زين هسه هاي طبعا بالملاحظه حقيقيه والله، تيشيرتات واحد يلبس ساين تربيع والاخ كوساين تربيع ويمشون، طبعا بس ذول بس جماعه الرياضات يعرفوا شنو القصد. زين فمن نصير سوى ساين وكوساين شو نساوي؟ 1. فاحنا 1 دائما. اوكي فهاي همينه يعني من باب رومانسي جبنا. زين هاي العلاقه الذهبيه اللي هي ساين تربيع زائد استاذ، هاي شو تفيدني؟ انا اقول لك شو تفيدك. مثلا عندك الساين وتريد الكوساين، تطلع لو ما تطلع يطلع. مثلا بالعكس، لا والله عندي الكوساين واريد الساين، عم تطلع.
يعني مثلا واحده معلومه واحده مجهوله تقدر تطلعها من عندها، وتقدر اصلا تطلع من عندها علاقتين. يعني شوف تقدر شنو شو تقول؟ اذا مثلا طالب راد يطلع الساين ينقل الكوساين، راح يصير ساين تربيع. طبعا طلاب فد ملاحظه، من تنقل الكوساين اشارته تتغير، حيصير واحد ناقص كوساين. اوكي، اما اذا بالعكس والله انت ردت الكوساين، ردت الكوساين تنقل الساين، شو تصير؟ كوساين تربيع تساوي واحد ناقص ساين تربيع. بس هي طبعا ذني اثنيناتن منين طلعناها؟ نحن من الاصليه، هاي الاصليه هي. اوكي، تمشي حفظ الاصليه. بالمناسبه هاي بالسادس العلمي كلش تفيدك، خاصه بالتكامل ان شاء الله. فهاي تحفظها العلاقه الذهبيه اللي هي ساين تربيع. شو تفيدك؟ تفيدك مثلا اذا وحده اكو وحده ماكو نطلع الماكو، يعني الساين موجود الكوساين ما موجود نقدر نطلع الكوساين، او بالعكس الكوساين موجود الساين ما موجود نطلع الساين. وصلت الفكره؟ خلينا ناخذ مثال. شوف هذا المثال بالكتاب موجود عندك، شو يقول؟ اذا كانت ثيتا، هاي رمز الثيتا يعني الزاويه، خاف تشوفها بالامتحان او شيء، يعني الزاويه هو قياس الزاويه الموجهه بالوضع القياسي، وكان ها منطيني بالمعطيات قيمه الساين. انا اريد يعني افضل انه الطالب شو يسوي؟ ينزل الساين بالمعطيات. ايش قد مطلق الساين هو؟ 3 على 5. اوجد قيمه الكوساين والتان. حلو، يريد مني قيمه الكوساين اول شيء، وبعدين قيمه التان. اذا مطالب السؤال يريد مني الكوساين والتان وهو مطيني ساين. بس طبعا طلاب لازم يقول لي الزاويه بيا ربع، لان انا ما اعرف هنا الاشاره شنو موجب لو سالب. فشوف ايش قال لي بالاخير، الزاويه صايره بالربع الثاني. اذا بالفيديو الاول مضبطين الربع الثاني اشاراته شنو؟ سالب موجب، الكوساين سالب الساين موجب. اذا الساين راح تصير اشارته موجب، اما الكوساين لازم اشارته شو تصير؟ تصير سالب. يعني من تخلص بالاخير تحط سالب لازم. اوكي، ليش؟ لان هي قال ربع ثاني، يعني هي شنو ربع؟ هاي خلوها بالاخير. هسه طلاب شلون نطلع الكوساين؟ هو مطيني ساين ويريد مني كوساين وتان، كل السهله يا علاقه تربط الساين والكوساين، العلاقه الحلوه ام الغزل، العلاقه الذهبيه. يا علاقه، العلاقه الذهبيه. شنو العلاقه الذهبيه؟ خلي اكتبها باوع. ساين تربيع ثيتا زائد كوساين تربيع ثيتا تساوي واحد. زين، انت تريد كوساين وعندك ساين، تطلع لو ما تطلع؟ تطلع. طبعا يقدر طالب شي يسوي كرار، بس شوي يعني ويا عادي تصبوره اي، بس يقدر طالب شي يسوي كرار بس وياي، يقدر راسا يكتب قانون الكوساين هذا. شوفه راسا يقول كوساين شي يساوي واحد ناقص ساين، يعني يعوض الساين. ويقدر طالب لا ارجع لي كرار، يرجع يعني يكتب الاصليه ويعوض وينقل نفس الشيء. راح اعوض الساين، الساين طبعا 3 على 5، بس 3 على 5 لازم شو اخلي عليها؟ خلي عليها تربيع، لان هي بالقانون تربيع. الكوساين اني اريده اصلا يساوي واحد. هاي تفك التربيع هسه، طبعا يتوزع التربيع تعرفون على البسط وعلى المقام. 3 تربيع دير بالك تقول 6، العب بيك جوله. 3 تربيع يعني 3 في 3 9، و5 تربيع 5 في 5 25. زين، تنقلها. شوف انا راح انقلها هسه، شو تصير اشارتها من انقلها؟ تصير سالب. كوساين تربيع تساوي 1 ناقص 9 على 25. اعلمك طريقه حلوه بتوحيد المقامات بدون ما تسوي الطريقه اللي انت متعلمها قبل، طريقه المقص. شنو هاي طريقه المقص؟ شوف انا هسه اكتب لك اياها. شوف هاي اعلمك طريقه، بس هاي مو دائما تسويها، بس لما يكون 1 ناقص او 1 زائد. اوكي، شوف تنزل المقام نفسه، خلص منه خلي ولي. شنو طريقة المقص؟ شوف من جوا نضرب، ضرب دائما، ومن فوق حسب الإشارة. يعني نفس الإشارة ناقص يعني طرح. يلا 25 في 1 25، إشارة ناقص، ناقص 9 16. رأسا طلع 16 على 25. ما افتهمتها هسه أعيد لك إياها. سجلها سجلها وياي. طريقة المقص شنو يا باوع؟ خلي اكتب لي حتى بس يطخ. من تطرح اي رقم واحد من فد رقم تكسر يعني، اوكي، هنا مقام وهنا بسط. اول شيء تنزل المقام نفسه. شو تسوي؟ بس ما لك دخل، المقام دائما تنزل نفسه اللي هو هنا يصير، اوكي؟ طريقة المقص من جوا ضرب دائما، ضرب. ومن فوق حسب الإشارة، هسه إذا زائد تقول جمع، إذا ناقص تقول طرح.
اوكي سابس من جوه ثابته دائما نضرب، اي من جوه ضرب دائما اوكي، من فوق حسب الاشاره يعني. باوع حسان سويت، راح اجي اعيد لك اياها، انزل المقام اللي هو 25 زين، تجي 25 في 1 دائما من جوه ضرب، 25 في 1 25 ناقص 9 16. ايش قد طلع الناتج مالتي؟ 16 على 25. هاي من هي طلعت كوساين تربيع، كوساين تربيع 16 على 25، لكن اني ما اريد كوساين تربيع، اريدها كوساين، فايش اسوي؟ اجذر الطرفين راح يروح التربيع زين. تجي كوساين ثيتا ايش راح تساوي لك؟ بس باولي ال 16 لازم تحافظ جذره، ال 16 جذره 4 وال 25 جذرها 5، ايش طلع الكوساين مالتي؟ 4 على 5. بس اهم شيء انا اخاف بالاخير تنسى هاي، تحط سالب بالاخير. ليش نحط سالب كرار؟ لان هي بيا ربع، قال ربع ثاني، طلعت الكوساين ثيتا. بقى من يريد مني؟ بقى يريد مني التان الثاني، هذا طلعته، بقى يريد مني التان. بس هاي حمسحها الطريقه مال توحيد المقامات مال واحد، شو تسوي؟ مو تنزل المقام نفسه نضرب، طريقه المقاس نضرب نطرح او نجمع زين. بقى التان عندي، التان سهله شغلته، بس انا طلعت الكوساين التان، انا اعطيته قانونه التان شو يساوي؟ قلت لك التان هو شنو؟ عباره عن ساين على كوساين. تثنينات عندك صحيح؟ الساين هو منطق اياه بالسؤال 3 على 5، والكوساين اذا طلعته سالب 4 على 5، عندك الخمسة حتروح ويا الخمسة، تختصر المقام ويا المقام يروح. ايش ظل عندي؟ ظل عندي سالب 3 على 4، طبعا هذا السالب يصعد فوق لان موجب على سالب يصير سالب 3 على 4، هذا قيمة التان، وانتهى السؤال، طلعت له التان. اوكي، فانت بالبداية تطلع من العلاقة الذهبية الكوساين، وطبعا تجذره بالاخير، ومن تطلع الكوساين وعندك الساين تقدر تطلع التان. زين، خلص هذا المثال، كرار حول الناس على هاي، هذا المثال، هذا المثال همي انا موجود عندك بالتمارين، همي يريد منك ها هنا أنا انتبه باوع، فد ملاحظة لك مهمة كلش، من ينطيك نقطة هيجي يعني قوس يعني نقطة اكس واي، دائما دائما اللي بالبداية قيمة الكوساين، اللي بالبداية لأن الكوساين دائما يمثل الاكس، واللي يصير بالنهاية هذا قيمة الساين اللي هي قيمة الواي. فخاف يعني ينطيك اياها، هو مرات شي يسوي يصير لوتي، عود لوتي، ما ينطيك كوساين يساوي ساين يساوي، لا ينطيك اياها هيك قوس نقطة، تقول عادي استاذ مؤمل قال لي اول واحد الكوساين وثاني واحد هو الساين، ثابتة؟ اي ثابتة حبيبي. اوكي، واضحة الفكرة لو لا؟ يعني شوف هسه هذا المثال خاف لي يخدعك بها، بس هاي تمام وضحت الفكرة. أول واحد من هو كوساين، ثاني واحد من هو الساين، لأن الكوساين دائما إكس والساين دائما واي. شوف هذا المثال إيش يقول لك، عود صاير لوتي، هو يقول أريد منك الساين والكوساين والتان، وأنا منطيك نقطة مثلثية. أوكي شنو يعني؟ أول واحد كوساين وثاني واحد ساين دائما، يعني هسه الكوساين رأسا كوساين إكس قيمته واحد على جذر 5. أجون أستاذ شو كش ما سوينا؟ أي حبيبي هو منطقي إياها بس يبدي يخدعك. زين، الساين يا هو ساين إكس، طبعا أستاذ ليش خليت إكس؟ هو طبعا قايل الزاوية إكس، ساين إكس هو شنو؟ سالب 2 على جذر 5. أوكي، هسه طبعا ذني كش ما سويت، هو منطقي إياها، بس أنت لازم تعرف إنه أول واحد الكوساين ثاني واحد الساين. بقى التان، التان لازم نطبق القانون. قانون التان شنو هو؟ ساين اكس على كوساين اكس، تعال عوض الساين واحد على جذر 5، الكوساين قيمته سالب 2 على جذر 5، المقامات من مشابهه تختصرها، هاي تروح وهاي تروح، يظل عندي الناتج التان، طبعا هذا الواحد ينزل السالب هذا يصعد فوق، وظل عندي جوه اثنين، طلع سالب واحد على اثنين، طلع التان سالب واحد على اثنين. اوكي عيني، فهاي بالنسبة للكوساين والساين انت تاخذهم من النقطة، اول واحد الكوساين وثاني واحد الساين دائما، اما التان فهو بس مجرد تقسم الساين على الكوساين، مثل ما تشوف المقامات جاي تختصر. زين، نجي على هذا المثال، ايضا اول واحد الكوساين وثاني واحد الساين، اذا هسه الكوساين مالتي ايش راح يساوي لي؟ واحد على اثنين. الساين شنو هو؟
جذر 3 على 2. إذا تريد التان، التان قانون إيش راح يكون؟ ساين على الكوساين. تقسم الساين، أول شيء الساين تنزل دير بالك جذر 3 على، طبعا أنا يمكن هنا عكستها كرار، أي عكستها؟ عكستها أنا عكستها. طبعا الطلاب بس هنا شوية اعتذر لأن أنا عوضت الكوساين العكس. سوري سوري. هنا أنا لازم نعوض الساين أول شيء اللي هو سالب 2 على جذر 5، أنا غلطت. يمكن يعني عوضت الكوساين فوق، المفروض بالعكس. الساين صار 2 على جذر 5، الكوساين 1 على جذر 5. هيك حيصير عندك. وتختصر هم يعني جذر 5 وجذر 5 يصير سالب 2 على 1، سالب 2 على 1، أو تقدر تقول بس سالب 2. أعتذر جدا لما انتبه قالبها، أوكي؟ زين، أي مو هنا انتبه تشوفوا. الساين جذر 3 على 2. أما الكوساين فهو 1 على 2. حتروح الاثنين ويا الاثنين، حيطلع بس جذر 3 على 1. زين، ثاني يساوي جذر 3 على 1، أو تقدر تكتبه بس جذر 3. هذا بالنسبة لهذا المثال. زين، نجي على هذا، حتى لو نعطيك أو بوينتات ما لك دخل، أول واحد الكوساين، ثاني واحد الساين. أوكي؟ الكوساين حيكون قيمته شنو؟ كوساين إكس سالب 0.6، والساين شنو قيمته حتكون؟ سالب 0.8. تروح تطبق قانون التان اللي هو ساين على كوساين. تجي الساين سالب 0.8، الكوساين سالب 0.6. السالب ويا السالب يروح، البوينت يرفع ويا البوينت، ايش ضل عندك؟ ضل عندك 8 على 6. بيها اختصار على 2 هاي بيها 4، على 2 هاي بيها 3، ايش قد طلع عندي التان؟ 4 على 3، تان الاكس 4 على 3. اوكي طلاب، هاي الامثله اللي راح اخذها هسه هي اختبار لك دا اشوفك مضبط الحلقه الاولى لو لا، لان هسه راح اخذ الزوايا اللي علمتك عليها بالحلقه الاولى. اوكي، وهم يعني اكو بيهن فيكات، خاف يعني طلاب ينخدعون بيهن، خاف يجيك بالامتحان هيك هذا السؤال يقول جد قيمه كله من ساين تربيع الثلاثة زائد كوساين تربيع الثلاثة. الطلاب تدرون شنو مشكلته؟ يخاف من الزاويه، من يشوفها ثلاثة تتخربط معاني وجهه. مالك دخل، شوف بالعلاقه الذهبيه اللي انطيتك اياها، مالك دخل بالزاويه. اذا شفت هي تربيع زائد تربيع راسا تقول واحد، اي خلي لك الزاويه 10 20 200 ما طول ساين تربيع زائد كوساين تربيع راسا شي يساوي لك واحد بغض النظر عن الزاويه، الزاويه هنا ما لها دخل. اوكي، فانت العلاقه الذهبيه مو شرط انه ثيتا عبالك الا ثيتا او الا اكس، لا، اي زاويه هي ما طول هاي تربيع زائد هاي تربيع يساوي واحد. هنا انا راح اشيككم، دار اشوف والله تذكرون الزوايا طريقه مالتي، طبعا الباي على 6 حفظكم اياها طريقه الكبير والصغير، تذكروها؟ هذا الكوساين سميناه كبير، تذكرون؟ وهاي طبعا هاي الباي على 6 ترى 30، لا تنخدع مو 60، ال 30 سميناها صغير، كبير وصغير نحط الناتج جذر 3 على 2. بس دير بالك شكو على الكوساين اكو تربيع، تحط تربيع فوق على القوس. تجي على هاي الساين قلنا صغير، باي على 6 ترى 30، لا تنخدع، ال 30 هم صغير، متشابهات، شو نخلي الناتج اذا متشابهات؟ 1 على 2. اوكي، ولا تنسى التربيع تخليه على القوس. هاي ناس ايش تسوي؟ تفك التربيع، توزع التربيع على جذر 3 وعلى ال 2. اوكي، طبعا الجذر بالتربيع يروح يبقى بس 3. زين، اما 2 تربيع هي 2 في 2 فهي 4. اوكي، تجي هنا هم توزع التربيع على البسط وعلى المقام، يلا سويه، واحد تربيع واحد في واحد واحد، اما اثنين تربيع اثنين في اثنين اربعة، المقامات هي بالاصل متوحدة فينزل مقام واحد. اوكي، تطرح البسوط، ثلاثة ناقص واحد اثنين على اربعة، اختصر الاثنين ويا الاربعة، طبعا هاي بيها واحد هاي بيها اثنين، الناتج الاخير طلع واحد على اثنين، واحد على اثنين. اوكي،
فهاي بالنسبه لهذني الامثله حتى لا يخدعوكم بها. اما اشوفوا لي هذا السؤال، هذا السؤال هم موجود بالكتاب ومن الاسئله الحلوه والمهمه. تحقق ما ياتي، طبعا تحقق يعني قصده اثبت. اسئله التحقق او الاثبت لازم ناخذ الطرف الايسر نحله والطرف الايمن نحله، بحيث يطلعون لازم اثنيناتهم نفس الناتج. حكي حلو يابا، كل السهله تخافون. شوف الطرف الايسر هسه راح ابلش اخذه احله هذا، شوفوا كله راح اكتب هنا LHS. LHS يعني left hand side، يعني الطرف الايسر بس بالانجليزي. خلي اكتبه شنو الطرف الايسر دقيقه. ساين باي على 6 في كوساين، طبعا هذا ضرب من ما يكتب شيء بيناتهم، يعني ضرب في كوساين باي على 3 زائد كوساين باي على باي على 6 في ساين باي على 3. اوكي هذا يا طرف عيني، هذا الطرف الايسر. هذا لازم نحله، لازم ايش يطلع كرار نفس الطرف الايمن اللي هو يا هو الطرف الايمن ار اتش اس ساين باي على 2. زين هسه خلي اول شيء نحل يا طرف بي، نبلش بالطرف الايسر، نعوف الطرف الايمن بعدين نرجع له. شوف هذني انت لازم حافظهم من الحلقه الاولى، الساين صغير، ال 30 صغير، صغير وصغير نحط الناتج 1 على 2. اوكي تجي هنا الكوساين كبير، ال 60 كبير، كبير وكبير نحط الناتج 1 على 2. اوكي زائد طبعا اذا ما تريد هاي الطريقه براحتك انت كيفك، المهم ذني حفظ يعني ما بين فهم. كوساين قايل لك عليه كبير، هاي 30، 30 هاي دير بالك على 6، 30 صغير، كبير وصغير شنو نحط الناتج؟ 1 على شنو عفوا جذر 3 على 2. اوكي نجي على الساين، ساين صغير، 60 كبير، مختلفات نحط الناتج جذر 3 على 2. هسه تجي تضرب على كيفك. خلينا نضرب ذولا، هنا بالضرب نضرب البسط في بسط والمقام في مقام. 1 في 1 1، 2 في 2 4، تجي زائد بالنص. هنا أنا هم ضرب عندك بسط في بسط، مقام في مقام. يلا جذر 3 في جذر 3، الجذر من ينضرب بروحه تطلع روحه، يعني ينزل بدون جذر بس 3. هاي تعرفوها؟ الجذر من ينضرب بنفسه ينزل بدون جذر، اقول لهم الجذر من ينضرب بروحه يطلع روحه. جذر 5 في جذر 5 5، هيك جذر 3 في جذر 3 3 بدون جذر. 2 في 2 4. المقامات متوحدة فيصير مقام واحد. تجمع البسوط، 1 زائد 3 4، 4 على 4 اختصر لهن يطلع الناتج 1. هذا من هو طلع الناتج؟ ال LHS، هذا ال LHS. اوكي خلي ما يحتاج نكتب عليه، هو واحد طلعناه. نروح على الطرف الايمن، طبعا ساين باي على 2 هاي من الصليب حفظتك اياها، هذا تتذكر الباي على 2 فوق، اذا تتذكر قلت لك حط هنا صفر بصفر واحد بسالب واحد، اني اريد الساين فتاخذ لقبالها، لقبالها ايش قد؟ واحد، اذا هذا طلع قيمته واحد، اذا راح نقول له يابا شنو؟ ال اتش اس يساوي ار اتش اس وهو المطلوب، واو ها ميم، انا اقول لهم وهو المطلوب واحد هندي مخبل او وحق هو محمد. اوكي وهو المطلوب، اثنيناتهم طلعن واحد، شوف هذا طلع واحد وهذا طلع واحد، اهم شيء الطرف الايسر يطلع يساوي الطرف الايمن، فاثنيناتهم طلعن واحد، زين هاي تمام؟ اوقف كرار، لا توقف، تعال هسه شنو كرار؟ راح اعطيكم هسه شباب وبنات اللي تتابعونا ان شاء الله، راح اعطيكم علاقات جديده اريد تحفظوهن، اللي هي شنو؟ احنا اخذنا شنو باعوا؟ اخذنا ساين وكوساين وتان، هسه راح ناخذ منو؟ حناخذ السيكا والكوسيكا. شنو السيكا وشنو الكوسيكا؟ لان هم راح يطلبهم مني بالاسئله. شوف السيكا هي مقلوب الكوساين، واحد على كوساين. اقول لك فالشغله حلوه، الطلاب عبالهم لين يبدي بحرف اس فيخلوه ساين، لان عبالهم شنو كرار؟ اكو طلاب عبالهم بعض، عبالهم اثنيناتهم اس باس، هذا العقل الباطن هيك يفكر، لا هنا الاس عكس يعني بالعكس، اذا اس يعني سي يعني كوساين، اذا سي شو تحط؟ اها يعني الكوسيكا حصير مقلوب الساين، اذا خذها قاعده السي والاس هنا او الاس والسي بالعكس، اذا سي كي
كوس واحد على كوساين. حلوة قرار. إذا كوسيك واحد على ساين. الأس والسي بالعكس شغلتهم. يعني موكو طالب أقول له السيك عبالة واحد على الساين لأن اثنيناتن بالأس. لا. السيك مقلوب الكوساين. أما الكوسيك مقلوب الساين. أوكي ما تنساهن ذني. يلا السيك شنو؟ واحد على كوساين. الكوسيك أنا طبعاً هيك أسوي حتى ما أنساهن. شنو الطالب أقول هاي السيك تبدي بالأس. يعني أكيد مو الساين الكوساين. لأن أس وسي بالعكس. أما إذا كوسيك بادية بحرف السي فأقول لا واحد على ساين. ما أنساها أبد. أتذكر أنه ذني بالعكس. ذني شنو؟ بالعكس. إذا سيك فكوساين. إذا كوسيك ساين. ذني لا تنساهن. أمينا راح ناخذ عليهن أمثلة هسه. تمام؟ طلاب راح ناخذ أمثلة واحد مثال واحد تمارين كتاب. هاي كلش مهمة وتجي بالامتحان. أوكي؟ بس شوية كرار دا أراجع لهم شغلة. أنا إيش قلت لكم هسه قبل شوية؟ أنه السيك مقلوب الكوساين ان سي اس. الكوسيك هو مقلوب الساين سي اس. بالعكس قلت لكم مو عبالك اس باس لا اس بسي سي باس. اوكي الكوتان شنو؟ زين الكوتان هاي هم علاقه جديده تنكتب بهالشكل. الكوتان هو مقلوب التان من اسمه يعني واحد على تان. مطلع التان تقلبه يطلع لك الكوتان. اوكي او نقدر نقول شنو الكوتان هسه هو التان ساين على الكوساين. التان شنو هو ساين على الكوساين. الكوتان حيصير كوساين على ساين مقلوب التان بابا بالعكس اثنيناتهم صحيحات. يقدر طالب اذا عنده التان راسا بس ينزله للمقام التان يصير كوتان. اما اذا لا والله عنده ساين وكوساين يصير الكوتان كوساين على ساين. اما التان ساين على الكوساين دير بالك. هسه عندك السيك مقلوب الكوساين، الكوسيك مقلوب الساين، الكوتان مقلوب التان فيصير قانون الكوساين على ساين. زين اقدر اراجع لكم شغله الزوايا الربعيه قبل ما احل ذني. الزوايا الربعيه راح اراجعها بشكل سريع انا بالحلقه الاولى انطيتك اياها. فذني الزوايا الربعيه راح اراجع لك اياها. شوف اكو زوايا سميت لك اياها الزوايا المحوريه اذا تتذكر طريقه الصليب. هنا الصفر، هنا الباي على اثنين. هنا أنا الباي. هنا أنا 3 باي على 2. وهنا 2 باي. زين. قلت لك بالزوايا الربعية. قلت لك الربع الأول موجب موجب. الربع الثاني سالب موجب. نوب الأول عكس الثالث. سالب سالب. الثاني عكس الرابع. موجب سالب. طبعا أول واحد الكوساين. ثاني واحد الساين. هاي كلهن. أول واحد الكوساين. ثاني واحد الساين. كوساين ساين. كوساين ساين. اوكي زين بعدها شوف اريد اقول لك في الشغله. اذا قلت لك بالامتحان من الصفر للباي على 2 بين الصفر والباي على 2 هاي راسا تقول لي يا ربع الربع الاول. اما اذا قلت لك من باي على 2 الباي ايش راح تقول لي يا ربع هاي الثاني اللي هي سميناها ام الميات. اما اذا قلت لك من باي ل 3 باي على 2 حتقول لي هاي الربع الثالث. احفظهن اوكي. اما اذا اقول لك من 3 باي على 2 ل 2 باي يعني اقول لك هاي اكبر من هاي اوكي سراويك شلون حتقول لي الربع الرابع. اوكي يعني هاي بس اراجع لك اياها. زين بقت شغله التان. التان التان ما يحتاج تحفظه هو الساين على الكوساين. فالتان بالربع الاول التان بالربع الاول يكون موجب وبالربع الثالث هم يكون موجب. ليش؟ من يقول لي ليش؟ لأن سالب على السالب هم راح يطلع موجب. بس بالربع الثاني والرابع يطلع سالب دائما. بالربع الثاني والرابع يطلع سالب. أما بالربع الأول والثالث فيطلع موجب عندك دائما. أوكي يعني؟ باوع. أنت شنو؟ بس ركز وياي. احفظها التان إذا عدك يعني الإشارات متشابهة يطلع موجب. أما إذا الإشارات مختلفة يطلع سالب. فالتان بالربع الأول والثالث موجب. بالثاني والرابع سالب. يلا هسه نجي نحل ذني الأمثلة. سيك مقلوب الكوساين. كوسيك مقلوب الساين. الكوتان مقلوب التان. زين. شوف هذا السؤال شو يقول.
من يعطيك هاي العبارة يقول لك من باي على 2 الباي، تقول استاذ مؤمل ايش قال لي من باي على 2 الباي؟ هاي يا ربع الثاني، لا يخدعك، هاي يا ربع يعني الثاني، لان الزاوية من اللي تكون بين ال 90 لل 180 هاي ام الميات، اذا هاي نقول عليها الربع الثاني، فهاي لا يخدعك بها، يعني الاكس صايرة بالربع الثاني. زين، وكان ها منطيني قيمة الساين فقط. الساين 5/13. شو يريد مني؟ باع خير من الله، شو يريد؟ يريد الكوساين، تان، كوتان، سيكا، كوسيكا. احنا شويه وحده وحده. كوساين راح نطلع من العلاقه الذهبيه. راح نطلع من العلاقه الذهبيه اللي هي شنو العلاقه الذهبيه؟ ساين تربيع، اي ماكو غيرها طبعا اللي تربط الساين والكوساين. زائد كوساين تربيع يساوي واحد. انت عندك الساين يطلع الكوساين لو ما يطلع؟ يطلع. انا راسا ايش راح اقول كوساين تربيع؟ شو يساوي باوع؟ اقدر اقول هيك راسا اسرع. واحد ناقص ساين. هاي الطالب يقدر راسا يكتب هيك ويعوض الساين هنا، لان هو راح ينقله هذا اول تالي حينقله. اوكي؟ فمن اجي اعوض الساين قيمته ايش قد منطيك اياها؟ 5/13. تربيع لا تنسي. تعال فك التربيع. 5 تربيع 25. 13 تربيع ايش قد؟ 13 تربيع 169. انا حافظها طبعا. انت تضرب 13 في 13. اوكي. هنا أنا كرر، أنا مو علمتهم طريقة بتوحيد المقامات، طريقة المقص، تنزل المقام نفسه من جوا، نضرب دائما من فوق نطرح. 169 في 1 169 ناقص 25 169 ناقص 25 9 ناقص 5 4 6 ناقص 4 طلع 144. ايش طلع؟ 144. هاي أسهل وأسرع، تنزل المقام نفسه من جوا ضرب من فوق طرح، تجي تضرب 169 في 1 169 ناقص 25 144. هذا كوساين بس تربيع. اجذره، اجذره حيطلع الكوساين بدون تربيع، حيطلع الكوساين بدون تربيع. الكوساين ايش راح يطلع عندي؟ طبعا 144 جذرها 12 وال 169 جذرها 13. هسه قبل شوي قلت لك هي 13 في 13، طلع الكوساين 12 على 13. طلع الكوساين شنو؟ 12 على 13. انت طلعت ترى اول مطلب، لا تفرح، هاي بس اول مطلب حبيبي، بعد وراك ايش قلت؟ خلي امسح هاي، هاي حفظتوها كتبتوها يعني، حكمل هنا. زين، هسه طلعنا الكوساين، نريد نطلع التان، سهله. دقيقه، هسه الساين هو منطيني ايش قد الساين؟ حتى لا تنسون، 5 على 13. ايش قد طلعنا الكوساين احنا؟ 12 على 13. احنا هسه هذول طلعناهم، هذا اصلا هو موجود وهذا طلعته انا. يريد مني التان هسه. التان هو ساين على الكوساين. هذا قانونه صحيح؟ راح اعوض الساين اللي هو 5 على 13 على الكوساين 12 على 13. ال 13 تروح ويا ال 13. شو يطلع التان عندي؟ التان يطلع 5 على 12. ها 5 على 12 خلص طلعنا التان. يريد مني الكوتان. الكوتان سهل، الكوتان هو شنو؟ مقلوب التان. انا قلت لك هسه الكوتان هو 1 على تان. انا ما اريد ادوخك بهاي السالفه، هي مو 5 على 12 حبيبي، اقلبها راسا سويها 12 على 15، 12 على 5. اكتب ملاحظه، اذا اريد اطلع الكوتان اقلب التان، اقلب شنو؟ التان. هو مو 5 على 12، شو يصير هو 12 على 5. هذا من هو؟ هذا الكوتان. كرار، اذا اريد الكوتان شو نسوي؟ نقلب منه التان، عارفين لان هو الكوتان مقلوب التان. اوكي، يعني هذا هذا يصير جوا وهذا يصير فوق، البسط يصير مقام والمقام يصير بسط. زين، نجي هسه طبعا طلعنا الكوتان، يريد السيكا والكوسيكا، ذني سهلات. السيكا ايش قال لك استاذ مؤمل؟ مقلوب الكوساين. لا تدوخ نفسك، الكوساين هذا مو قلبه حبيبي، قلبه يصير 13 على 12. ومن اقول قلبه يعني الفاضي يصير فوق وهذا يصير جوا، اوكي بالعكس يعني، هذا السيكا. زين، نجي على الكوسيكا. الكوسيكا هي مقلوب الساين. كوسيكا مقلوب الساين. يلا حبيبي روح لي على الساين، وين الساين؟ 5 على 13، قلبه 13 على 5. طلعناهن كلهن، اوكي عيني. هذا اريد انت تحل لي اياه. زين، هسه بس دقيقه، طبعا انت لهنا
اخذت 8/10. حتقولي ليش؟ نسيت شغله الربع. هو قال لك يا ربع الثاني هسه ايش اريد الطالب يجي يحط لي اشارات على كيفك. الربع الثاني لا تنسى هو سالب موجب، الكوساين سالب الساين موجب، تجي على الكوساين لازم تحط له سالب. استاذ هاي ضروريه؟ طبعا ضروريه، انا استاذ العب ولك نسيت، انا خليتهم بالاخير. الساين تحطه موجب، الساين طبعا هو اصلا موجب يعني فماكو فد مشكله. زين تجي على التان، تذكر التان ايش قلت لك اني؟ قلت لك التان حيصير سالب بالربع الثاني، اذا التان هم لازم تحط اشارته سالب. الكوتان هم راح يصير سالب لان هو مقلوبه. زين تجي السيكه هي مقلوب الكوساين، واحنا الكوساين حطينا له سالب، فالسيكه هم تصير سالب. اما الكوسيكه يبقى موجب لان الساين موجب، يبقى موجب. اوكي، هاي الاشارات ضروري تحطها مع الربع الثاني، هاي يا هي مع الربع الثاني ضروري بالاخير من تخلص حط الاشارات مع الربع. اوكي، هسه شوف لي هذا المثال، انت راح تحليه. هذا بيا ربع، هذا الربع الرابع اللي هو شنو؟ موجب سالب. موجب شنو؟ سالب. الكوساين موجب، الساين سالب. راح اطلع الكوسيكه والسيكه والكوتان، وهو ايش منطيك؟ منطيك الكوساين. حنطيك تلميح اني وانت حله. هو منطيك الكوساين، منطيك يا 2/13، طبعا تحط 2/3 عفوا، تحط الاشاره موجب لان ربع رابع. من العلاقه الذهبيه تطلع الساين اللي هي هاي العلاقه الذهبيه، صحيح؟ طلعت الساين، ورا ما تطلع الساين تطلع التان. التان شنو هو؟ ساين على الكوساين. زين من التان تطلع الكوتان، او يقدر طالب راسا الكوتان يقول كوساين على ساين. اسرع له، اوقف، احسن لك. كوتان شنو هو؟ كوساين على ساين. راسا يطلع لك شنو؟ الكوتان. تجي انت عندك صار الساين والكوساين، طبعا احنا طلعنا الساين، بس الساين من تطلع لازم شو تخلي اشارته؟ سالب. دير بالك يعني ربع رابع، يا ربع رابع. عندك هنا هذا ما حيطلع سالب الكوتان، اوكي هم راح يطلع سالب. عندك السيكه والكوسيكه، السيكه والكوسيكه سهلات كلش، بس اقول لك شو تسوي. السيكه هو مقلوب الكوساين، انت مو عندك الكوساين، هسه السيكه راسا يصير 3/2، انا ما حاله وطلعته 3/2 اللي مقلوب الكوساين. الكوسيكه مقلوب الساين اللي حتطلعه منه انت، ويطلع سالب لان الساين سالب. طبعا حلو، انتو يعني اول شيء طبقوا علاقه ذهبيه، طلعوا الساين، ورا ما طلع الساين طلع الكوتان، ورا طلع تطلع عندك السيكه والكوسيكه. اوكي، هذا المثال هم حلو انتو بالتمارين. زين لا بس في الشغله مهمه، اكو طلاب سالوني قالوا الاستاذ السيكه شلون نعرفها؟ شلون نعرف اشارتها بالربع؟ طبعا السيكه طلاب هي اشارتها راح تصير نفس اشاره الكوساين. حكي حلو، سيكا نفس اشاره الكوساين، والكوسيكا نفس اشاره الساين. يعني الطالب اذا يريد يعرف السيكا انه مثلا يا ربع من خلال الكوساين، اذا الكوساين سالب هو السيكا هم سالب، اما اذا الساين سالب كوسيكا سالب. يعني اشاره السيكا ناخذها من اشاره الكوساين. زين انت الكوساين والساين حافظ اشاراتهم صحيح؟ الربع الاول شنو؟ موجب موجب، كوساين موجب، ساين موجب. الربع الثاني سالب موجب، الكوساين سالب، الساين موجب. الربع الثالث سالب سالب، كوساين سالب، الساين سالب. والربع الرابع موجب سالب، الكوساين موجب، الساين سالب. اذا فرضا سالتك قلت لك يا الربع الثاني الكوساين سالب، صح؟ معناته منو حيصير سالب همين؟ السيكا. هنا الساين موجب معناته الكوسيكا موجب. هيجي. هنا اثنيناتهم سالب معناته الكوسيكا والسيكا اثنيناتهم سالب، يعني انت السيكا تعرفها من الكوس. انا يمكن قلت لكم السي والاس بالعكس. اوكي. فهاي خاف تسالني شلون تعرف السيكا والكوسيكا اشاراتهم. عندنا علاقه جديده، انا انطيتك العلاقه الذهبيه، هسه حناخذ العلاقه البرونزيه الفضيه، ايش تسميها سميها انت. اللي هي تربط السيكا والتان، شو تقول علاقة؟ سيكا تربيع ناقص تان تربيع تساوي واحد. العلاقة الذهبية كانت تختلف، إذا تذكرون ذيك أم الساين والكوساين، كانت ساين تربيع زائد كوساين تربيع تساوي واحد. أما هاي لا، سيكا تربيع ناقص تان تربيع يساوي واحد. طبعا السيكا والتان دائما أصدقاء.
زين، هاي العلاقة سيكا ناقص تان نقدر نطلع من عندها علاقتين احنا. هسه طلاب كم علاقة صارت عندكم؟ دقيقة بس حتى لا تدوخ. العلاقة الذهبية وعطيتك الكوسيكا والكوتان، الكوسيكا الكوسيكا عفوا والسيكا، كوسيكا قلت لك هي واحد على ساين، والسيكا هي واحد على كوساين، وانطيتك التان ساين على الكوساين، وانطيتك الكوتان اللي هو مقلوب التان. هسه حناخذ هاي العلاقة اللي احنا لازم نطلع منها نقدر علاقتين. طبعا اذا اريد سيكا تربيع انقل التان، والتان سالب من انقله شو يصير؟ يصير موجب. يعني اذا اردنا سيكا تربيع هنحفظها هيك راسا، سيكا تربيع هي تساوي 1 زائد تان. يعني اذا طالب عنده تان، اذا انت عندك تان وتريد سيكا، اذا انت عندك تان وتريد سيكا تطبق هذا القانون، 1 زائد تان تربيع، سيكا تربيع شو تساوي؟ 1 زائد تان تربيع. اذا بالعكس لا والله تريد تان، ما راح تنقل التان بهاي الحاله، راح عفوا راح تنقل التان بس تجيب الواحد هنا، بحيث اذا رد التان فيصير القانون مال التان شنو؟ سيكا تربيع ناقص واحد. هاي اذا بالعكس انطاك سيكا وراد تان. فيا طلاب هاي العلاقه اريدك تحفظ لي اياها، وطبعا تكتب بالدفتر مالتك. حتى هسه راح اخذ لك السؤال اللي يخص هاي العلاقه، سؤال مال الكتاب اللي هو شو يقول؟ باو دقيقه كرار، هم اكيد حافظين هاي من صفر. من يقول لك من صفر الباي على اثنين؟ هذا ربع اول، يا ربع اول. من اقول لك من باي على اثنين الى باي هذا ربع ثاني، يعني من 90 ل 180 ربع ثاني. ومن اقول لك من باي الى 3 باي على اثنين هذا يا ربع ثالث. ومن اقول لك من 3 باي على اثنين ل 2 باي هذا ربع رابع، لا تنساها. اوكي هاي لا تنساها، هاي لا تنساها. اوكي زين، نجي هسه شوف لي هذا المثال شو يقول. اذا كان باي اصغر من اكس او اكبر 3 باي على 2، هاي الفتره معناتها بيا ربع باي و3 باي على 2، باي و3 باي على 2 ربع ثالث. اذا هذا دا يقول لك انه الزاويه بالربع الثالث، الزوايا اللي تكون من 180 ل 270 هي جماعة الميتينات، وجماعة الميتينات يا ربع ثالث. زين، وكان حلو منطيني التان، بس هسه التان شو استفاد منه أنا؟ المهم جد قيمة كل من يريد كوسيكا وسيكا وكوتان. أوه هاي شغلة شوية إرادها نفكر. أول شيء السيكا راح يصير، راحت على السيكا، بقى عيني راحت على السيكا. السيكا والتان أكو علاقة تربط بيناتهم اللي هي سكتبت لك إياها، اللي هي شنو العلاقة ذات تتذكرها؟ سيكا تربيع ناقص تان تربيع تساوي واحد. أنا رايد السيكا، رايد هاي صحيح؟ أنا رايد السيكا، ومنطيك التان إذا نعوضه راح ينحل عندي ويطلع السيكا عندي من خلال العلاقة الفضية سمعناها، العلاقة البرونزية. طبعاً طالب يقدر شو يسوي؟ يقدر ما يكتب هذا القانون، يقدر يكتب رأساً القانون اللي قلت لك إياه، إنه يكتب رأساً سيكا تربيع هي واحد زائد تان تربيع، راح صحيح. إذا تريد تكتب هذا رأسا وتعوض التان هنا رأسا نفس الشيء، وإذا تعوض فوقهم صحيح، ياتي صحيح. أوكي هاي فرق خطوة واحدة، أنا حعوض رأسا على هذا إنه نقول سيكا تربيع واحد زائد التان، أنا منطيق قيمته 7/3 بالسؤال، لكن من تكتب 7/3 دير بالك أنا منطيق تان، ما منطيق تان تربيع. هنا أنا شكو بالقانون، تربيع تخلي على القوس تربيع وتعوض 7/3، تجي شو تسوي هسه؟ تفك التربيع، التربيع يتوزع على 7 وعلى 3. طبعا هاي بالكسر، التربيع يتوزع على البسط وعلى المقام، حيصير القانون 1 زائد 7 تربيع هي 7 × 7 49، 3 تربيع هي 3 × 3 9. معلمك طريقة المقص، تنزل المقام نفسه، خلي يولي شنو طريقة المقص؟ من جوا نضرب ومن فوق على الإشارة، قلت لك الإشارة هنا شنو شباب؟ جمع نجم. يلا مقام نزلته نفسه، 9 × 1 9 زائد 49 = 58. هاي السيكا تربيع، هاي شنو هي؟ سيكا تربيع. زين، أنا ما أريد سيكا تربيع، أريد سيكا، فراح أجذر الطرفين. إيش راح تطلع عندي السيكا؟ السيكا حتطلع عندي طبعاً الـ 58 ما بي جذر فيبقى داخل الجذر، بينما التسعة شنو جذره؟ 3، فطلعت جذر 58 على 3 السيكا اللي هو رايدها من عندي. لكن انتبه قايل لك ربع ثالث، ربع الثالث
كرار هنا تقدر تطلع لي الربع الثالث إشارة الكوساين والساين مو سالب سالب صحيح؟ لأن أستاذ أنا ما أريد كوساين السيكة السيكة هي نفس إشارة الكوساين السيكة نفس إشارة الكوساين الكوساين سالب إذا السيكة هم سالب أوكي حاج حلو فتطلع سالب جذر 58 على 3 أستاذ هاي 3 منين جبتها حبيبي 9 جذرها 3 مو الجذر هذا الجذر يتوزع على المقام وعلى البسط أوكي 58 ما بجذر يبقى داخل الجذر بينما 9 جذرها 3 9 جذرها 3 طلعت السيكة مقرايد مني كوسيكة وكوتان كوسيكة وكوتان انتبه عليه شوف أني عدي السيكة أقدر أطلع من عدها الكوساين صح سيكة السيكة شكا طلعناها السيكة طلعناها سالب جذر 58 على 3 إذا أريد الكوساين الكوساين هو مقلوب السيكة يعني واحد على سيكة صحيح يعني أنا شو أسوي بس مجرد أقلب السيكة شوف السيكة هو مو جذر 58 على 3 إذا تقلبه شو يصير يصير سالب 3 على جذر 58 طلع عندي منه الكوساين طلع عندي منه استاذ بس الكوساين أنا هو مطالبة مني إيه أصبر مو أنت الكوساين حيفيدك بالعلاقة الذهبية حتطلع من عنده الساين العلاقة الذهبية شو تقول ساين تربيع زائد كوساين تربيع يساوي واحد إذا عندك الكوساين يطلع الساين لو ما يطلع يطلع استاذ زين أنا شو أسوي بالساين يا حبيبي أصبر لي شوية سأقولك شو أسوي بالساين تعال عوض الكوساين الكوساين زين راح أعوضه سالب 3 على جذر 58 تربيع فك التربيع التربيع يتوزع على البسط فك عيوني وعلى المقام سالب 3 بالتربيع يصير 9 جذر 58 بالتربيع يروح يبقى بس 58 حلو 5 6 اكس انقل 9 على 58 هناك اكمل هنا حيصير ساين تربيع طبعا هذا من تنقله هو موجب اكيد شو يصير اشارته من العقل يصير سالب 9 على 58 طريقه المقص ننزل المقام نفسه نضرب من جوا دائما ومن فوق حسب الاشاره معطوا اشاره سالفه طرح ضرب 58 في 1 58 ناقص 9 49 اوكي هسه نجذر الطرفين نجذر الطرفين ايش راح يصير عندي الساين الساين طبعا ال 49 جذرها 7 بينما ال 58 ما بجذر يظل داخل الجذر لا تنسى الساين بالربع الثالث اشارته شو تكون سالب فاذا نخلي سالب هنا استاذ انت طلعت الساين انا شو اسوي بالساين حبيبي هو رايد منك الكوسيكه والكوسيكه هي مقلوب الساين مو انت من تطلع الساين بس تقلب بس تقلبه يطلع لك الكوسيكه الكوسيكه هو مو واحد على ساين فهسه الكوسيكه بكل سهوله بس نقلب الساين هذا تقلبه يصير جذر 58 سالب جذر 58 على 7 هذا المطلب الثاني طلعنا الكوسيكة اللي هو المطلب يعني الثاني طلعنا مطلبين بقى عندي المطلب الأخير اللي هو الكوتان الكوتان سهل الكوتان شنو قانونه كوساين على ساين بالعكس عكس 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 التان كوساين على ساين تعال عوض عندك الكوساين وعندك على كيفك الكوساين وين الكوساين 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 هذا الكوساين سالب 3 على جذر 58 والساين طلعته هسه من فوق سالب 7 على جذر 58 جذر 58 يروح ويا جذر 58 والسالب يروح ويا السالب بقى بس 3 على 7 الكوتان 3 على 7 طلع عندي الكوتان الكوتان شنو اشارته بالربع الثالث الكوتان نفس إشارة التان هاي مكتبتها لك الكوتان نفس إشارة التان زين أنا مو قايل لك التان بالربع الثالث إشارته موجب اكتبوا كتبوا ملاحظة التان إشارته موجب بالربع الأول والثالث والتان كررها تظل حلو لا إشارته سالب بالربع الثاني والرابع نفس الشيء الكوتان لأن هو الكوتان أخذ تان بما أنه ربع ثالث فإشارته تكون موجب هاي ملاحظة كرها خلي كتبوها خطيئة التان والكوتان بالربع الأول والثالث موجب بالربع الثاني والرابع
سالب. اما السيكا والكوسيكا هاي يعتمدون على هاي. انا اعتقد الكوسيكا وين الكوسيكا دقيقه لا الكوسيكا مضبوط اي مضبوط. هاي طلاب طلعنا ثلاث مطالب اللي هم رايد من عندي. هذا السؤال المهم انتبه بالبدايه تطبق هاي العلاقه تطلع السيكا من السيكا تطلع الكوساين من الكوساين تطلع الساين من الساين تطلع الكوسيكا واخر شيء اخر شيء تطبق قانون الكوتان اللي هو كوساين على ساين وانتبه على شغله الاشارات مال ربع. اوكي زين طلابنا الابطال اخذنا هسه وصلنا لموضوع كل سنه يجيب نص السنه يعني طلاب الخامس دائما نص السنه يجيكم هذا السؤال اللي هو المتطابقات بالفصل الرابع. اذا عندك امتحان شهري فلازم يجيك، اما اذا نص السنه فمليون بالميه يجي عليه، يعني مليون بالميه هذا الشيء منتهي منه. المتطابقات اللي هو يقول لك اثبت صحه المتطابقه، يعني اثبت انه طلاب اسئله الاثبت انه. قبل ما ابلش لك باسئله الاثبت انه او اثبت صحه المتطابقات لازم حافظ القوانين الاتيه اللي انطيتك اياها. انا اعطيتك علاقتين، اعطيتك العلاقه الذهبيه تتذكرها ساين تربيع زائد كوساين تربيع تساوي واحد. وحبيبي هاي العلاقة تقدر تطلع منها قانونين صح؟ قلت لك تقدر تطلع منها قانونين. ركز، إذا أردت التعلة هذا الشعر ما يروح من عندي خبرني. إذا أردت الساين تربيع تنقل الكوساين، طبعا من تنقل الكوساين استيار تصير سالب. أوكي فراح تقول هنا ساين تربيع، إذا أردت ساين تربيع راح تساوي واحد ناقص كوساين تربيع. طلاب ترى مرات هذا واحد ناقص كوساين نعوضه هيك، يعني مرات بالعكس إنه هذا واحد ناقص كوساين تربيع نعوضه ساين تربيع. وصلت الفكرة؟ إذا ردنا بالعكس ردنا الكوساين نثبته ننقل الساين. أكيد الساين موجب من نقل شيء يصير يصير سالب. فالكوساين إيش راح يصير قانونه؟ واحد ناقص ساين تربيع، ومرات بالعكس واحد ناقص ساين تربيع نعوضه كوساين. فهذني القانونين مال ساين وكوساين هنا مشتقات من العلاقه الذهبيه. اوكي بعدها شو انطيتك علاقه؟ انطيتك العلاقه الفضيه البرونزيه تري تسميها اللي هي السيكا تربيع اكس ناقص تان تربيع الاكس يساوي واحد. ايضا نقدر نشتق من عندها علاقتين، نقدر نشتق من عندها شنو؟ علاقتين اللي هن شنو؟ إذا ردنا سيكا ننقل التان والتان سالب من تنقله يصير موجب. إذا ردنا نقول سيكا تربيع حتساوي واحد زائد تان تربيع. وممكن بالعكس واحد زائد تان تعوض سيكا. يعني مرات اكو أسئلة واحد زائد تان الأخرى خلي بدال السيكا حسب الحاجة يعني احنا اوكي. اما اذا رايد انت التان اذا رايد التان همين تنقل التان بس تجيب الواحد هنا حصير التان شو تساوي؟ طبعا الدخول بهاي السالفه احفظها راسا. التان اذا ردنا نقول هي السيكا تربيع ناقص واحد. حبيبي هذني العلاقتين ان اربعه صار لان يعني هاي من عندها نطلع اثنين وهاي نطلع من اثنين. لازم تحفظهم قبل ما نبلش بحل اسئله المتطابقات. صحه المتطابقات يلا كرار روح نبلش نحل اول سؤال. دقيقة كرار دقيقة بس أريد أوضح تنويه. طلاب أسئلة الإثبت أنه تأخذ دائما بالحل الطرف المعقد، مو شرط تأخذ الطرف الأيسر. أكو جزء أكون قال لكم إلا الطرف الأيسر، لا إحنا نأخذ الطرف المعقد، مرات نأخذ الطرف الأيمن مو الأيسر. أوكي فباوع لي هذا السؤال شو يقول؟ إثبت صحة المتطابقة. طلاب إثبت أنه لازم الطرف الأيسر يساوي الطرف الأيمن، لازم الـ LHS هذا تموت طبعا. هاي خلي بس أوضح لكم LHS خاف اكتب هذا معناته الطرف الايسر. استاذ شو منين اجى هذا ال LHS؟ ال L يعني ليفت بالانجليزي يسار. هذا ال RHS شنو؟ الطرف الايمن، لازم الطرف الايمن يساوي الطرف الايسر. يلا نقول انه هذا الحل صحيح، هو لازم شيء ثابت هذا ما بيها مجال. اوكي لازم ال LHS يساوي ال RHS. اوكي فمن تجي هسه مثلا على هذا المثال طبعا يقول اثبت صحه المطابقه. هذا فرع اي، لو تلاحظ هنا من الطرف المعقد الايسر لو الايمن الايمن. اوكي الطرف الايمن دقيقه كرار انا اخبرك قبل ما احل السؤال. طلاب حبايب قلبي انتم السيكا تعرفون شنو مقلوب منو؟ ارجع عيدها 100 مره، واحد على كوساين. الكوسيكا شنو طلابنا حبايبي؟ كوسيكا واحد على ساين، لا تنساهن الله عليك. اما التان شنو؟ التان هو ساين على الكوساين.
والكوتان. الكوتان بالعكس، الكوتان نقدر نقول واحد على تان، مو نقدر نقول واحد على تان، ونقدر نقول شنو همينه، نقول هو كوساين على ساين بالعكس. يعني طلاب هاي القوانين الله عليكم لا تنسوها، إبداعة الخوة لاني هن اهم شيء عندي انا، حتى من احل المتطابقات انت فول الفول. زين نرجع هسه، راح ناخذ كرار يا طرف هسه، احنا منو المعقد؟ شوف المخربط الايمن، مو ناخذ الايمن الحل لازم يطلع. شنو الناتج مالتي؟ تان. انا طبعا هاي الاسئله كنت احبها قبل بالمثل الطالب، لانه اعرف حلي بالاخير صحيح يطلع. اذا ما طلع نفس الطرف يعني، اذا طلعوا نفس الشيء اثنيناتهم يعني حلي صحيح. اوكي، فراح اخذ الار اتش اس اللي هو شنو؟ ساين اكس في سيك اكس. طبعا ضرب هاي طلاب، من يكتب لك شيء يعني ضرب الساين والله ما عندنا فد علاقه بيه، بس السيك تقدر تعوضه كعلاقه. ليش؟ انت السيك تعرف هو شنو؟ واحد على كوساين، صحيح؟ سيكا شنو؟ واحد على كوساين. زين حتضرب الساين بالواحد حيصير ساين على كوساين. حبيب قلبي الساين على الكوساين هذا يا قانون، قانون التان. تقول ويساوي تان، لان استاذ مؤمل قال لك التان هو شنو؟ ساين على الكوساين، وطلع نفس الطرف الايسر. اذا ال اتش اس يساوي ار اتش اس، وهو المطلوب، وهو المطلوب واحد هندي مخبل، واحد هندي مخبل، وحق هو محمد. زين هذا خلصنا، نروح على اللي بعده. أخاف ضربت التربيع أنا. نجي على هذا أيضا، هذا نشوف من الطرف المعقد أكثر. الطرف المعقد مبين الأيمن، مو الأيسر، الأيسر مو معقد، هذا معقد. فنروح نقول R H S يعني الطرف الايمن اللي هو شو يقول؟ ساين تربيع اكس زائد كوساين تربيع الاكس على واحد ناقص ساين تربيع. حبيب قلبي هنا لازم هذا تحله يطلع سيكا بالاخير، سيكا تربيع. استاذ مؤمل ايش قال لي هذول؟ يا علاقه تذكرها العلاقه الذهبيه، انت ساين وهي كوساين يصيرون واحد، اني ساين وانت كوساين شو نصير؟ واحد. اذا هذا شي يساوي؟ يساوي واحد. زين هاي وين شايفها؟ كررنا بالله شويه، بالله بالله فر للكاميرا. واحد ناقص ساين، واحد ناقص ساين تربيع، من هو اللي يساوي واحد ناقص ساين تربيع؟ حبيبي الكوساين. اقدر اعوض واحد ناقص ساين تربيع كوساين؟ اكيد هو من العلاقه الذهبيه، اذا هاي هم اقدر اعوضها شنو؟ كوساين تربيع. حلو، هي هاي علاقة ذهبية عوضتها واحد، انتبه، وهاي هم علاقة ذهبية عوضتها كوساين تربيع. حبايب قلبي من يعرف واحد على كوساين منو؟ مقلوبة منو؟ السيكة. واحد على كوساين سيكة، إذا قلنا تربيع تقول سيكة تربيع. أستاذ مؤمل هاي منين عرفتها حبيبي؟ مو قلت لك أني هو السيكة شو يساوي أصلاً؟ واحد على كوساين، فالواحد على الكوساين تقدر ترجع سيكة. الواحد على الكوساين، بس انتبه هنا بما انه تربيع فراح تخلي تربيع. اذا طلع نفس الطرف الايسر سيكا تربيع، شو نقول له؟ ال اتش اس يساوي ار اتش اس، نفس الناتج، واحد هندي مخبل، وهو المطلوب. حلو، نجي على هاي لان فرعين سهلات حلوه، ناخذ اخذنا بين الطرف الايمن. هنا أنا لا بالعكس راح ناخذ يا طرف بهذا، ناخذ الطرف الايسر نحله، لازم ايش يطلع الناتج حبيبي؟ يطلع واحد. فهنا ايش راح اقول؟ راح اقول ال اتش اس يعني الطرف الايسر. خليني اكتب اول شيء واحد ناقص ساين تربيع. ثاني في نات العلاقات، لا اقول لك ولا تقول لي حبيبي، انت قول لي واحد ناقص ساين تربيع هاي علاقه ذهبيه، شو نعوضها؟ نعوضها كوساين تربيع. كررنا شويه، فره فره فره، واحد ناقص شنو هو؟ واحد ناقص ساين تربيع، شنو عوضه هسه قبل شويه؟ كوساين تربيع. حلو، هاي حفظ علاقه ما بمجال، هي العلاقه الذهبيه. اوكي، هذا واحد زائد تان تربيع العلاقه البرونزيه، نعوضه سيكا تربيع. شنو عوضه؟ سيكا تربيع. استاذ هاي منين جبتها؟ كرار، فر لنا الكاميرا عيني. واحد زائد تان تربيع شو تعوضه؟ سيكا تربيع من العلاقه الفضيه. كل زين، اوكي طلع شوية انتبهوا علينا، نرجع هسه. هذا عوضناه هيك، هذا عوضناه هيك. حبيب قلبي الكوساين تربيع ما ينفك، عوفه ما عليك بيه.
تعالي على السيكة. السيكة هي شنو؟ السيكة مقلوب الكوساين، فنكتبها واحد على كوساين تربيع. الكوساين يروح ويا الكوساين، شبقى الناتج واحد. LHS يساوي RHS. خلي اكتب هنا واحد احسن. اوكي، واحد هندي مخبل. كلش حلوة هاي الأسئلة، كلش حلوة، وتعرف حلك بالأخير يطلع صح لو غلط. هذا بس السيكة ترى فكينا واحد على كوساين، لأن أنا قايل لك السيكة هو مقلوب الكوساين. زين، نجي على هذا. لا تدوخ وتشوف إنه هيك هو صعب ولك صعبات، سهلات كل السهلات. تاخذ يا طرف كالعادة المعقد. منو المعقد أكثر؟ أكيد الأيسر، هذا معقد. هذا ناخذه لازم يطلع كوساين زائد تان. هاي شلون؟ هسه شوف شلون. خليني كتب أول شيء، واحد زائد ساين إكس ناقص ساين تربيع الإكس على كوساين. طبعاً هنا لاحظ فالشغلة غريبة، أقدر أجيب هذا ناقص ساين تربيع أخليه بصف الواحد، يعني أبدله ويا الساين. طبعاً يصير بالرياضات نبدل أماكن. أنا اللي فد غاية بيها، يعني هالساني الواحد راح أبقي، راح أجيب يمه ناقص ساين تربيع. هسا أقول لك ليش. وهذا الساين موجب ساين، حخليه بالأخير، أشمره بالأخير. طبعاً عادي أبدل الأماكن بالرياضيات، يصير على كوساين. ليش؟ هسا أقول لك ليش. أنت قل لي هسا هذا ايش نقدر نعوض الحلو؟ هذا 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 علاقة شنو؟ ذهبية. واحد ناقص ساين تربيع هو مو كوساين تربيع؟ من العلاقة الذهبية؟ هذا زائد ساين نزلم عليك به على كوساين. كل زين هنا. زين حبيبي، أعلمك في الشغلة حلوة بالرياضيات، المقام تقدر توزعه على البسط، يعني تفصخ هذا كل واحد تعطيه كوساين، يعني هذا توزعه على هاي وتوزعه على هاي. هاي أكيد تعرفها، يعني هسه مثلا أكيد 100% تعرف هاي الشغلة، إنه المقام يتوزع على البسط. فراح يصير عندي شنو؟ كوساين تربيع على كوساين، الإشارة بالنص تنزل نفسها الزائد. النوبة ساين على كوساين. سويت كرارة، تقول لي وزعت المقام على البسط كما رجعتها قبل ما تصير توحيد مقامات. يصير بالرياضات نوزع المقام على البسط. كوساين هذا بيها اختصار، طبعا التربيع يروح ويا هذا، يبقى بس كوساين أس واحد، يبقى بس كوساين أس واحد. ساين على الكوساين هاي تان، هاي شنو؟ طلع كوساين زائد تان نفس الطرف الأيمن. شو نقول له هسه بالأخير؟ LHS يساوي RHS واحد هندي مخبط. كل السهلات وحلوها الطلاب والله العظيم. هاي الأسئلة أنا كنت كل شيء أحبها، هي بس تحفظ العلاقات، تقوم تعوض وترتبها تطلع نفس الطرف الآخر. نجي على طلاب، شوفوا لنا هذا السؤال هذا واللي هلاكه. واحد من عندنا أتوقع حنيجن بنص السنة، مرشحات، روحوا مرشحات أستاذ مؤمن. زين شوفوا، اثبت صحة المتطابقة. هنا شوية الطالب يدوخ إن اثنين معقدات، إي بس روح على أبو الزائد، أخذ الطرف الأيسر أبو الزائد، اكتب LHS. طبعا لازم نحله يطلع سيكا في كوسيكا، هسه هو سيكا زائد كوسيكا، لازم شو طلع التضرب؟ هاي شلون هسه؟ مع هسه الحلو ونشوف شلون. سيكا تربيع، خلي اعوض راسا طلاب حتى نستغل الوقت. سيكا تربيع راسا تقدر تعوضها واحد على كوساين تربيع. لا تقول لي انت حافظها هاي، لان هو السيكا مقلوب الكوساين. نزل الزائد. الكوسيكا هم انت حافظها واحد على الساين تربيع. تقدر توحد مقامات بالرياضيات، اعلمك طريقه سهله. توحيد المقامات تحط كسر كبير، تنزل المقامات بس ضرب بيناتهم بالمقام، يعني تنزل الكوساين تربيع ضرب ساين تربيع. النوبه حعلمك طريقه سهله كلش هنا. نزل الزائد بالنص، نسوي طريقه الضرب او طريقه المقص. الواحد ينضرب بهذا، واحد في ساين، ساين تربيع تنزله، وهذا ينضرب بهذا واحد عكس الله، واحد في كوساين تربيع، كوساين تربيع. أعيدها لك كل السهلة. شوف 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 شوف. أول شيء نزل المقامات وخلي ضرب بيناتهم. مقامات نزلهم كوساين تربيع ضرب ساين تربيع. هسه تعال ارجع لي فوق، حط لي الإشارة الزائد. طريقة الضرب، واحد في كوساين، كوساين، واحد في ساين، ساين، انتهى الموضوع. اوكي؟ تريد بالعكس تخلي، ها كطلاب شو يسوون؟ باع باع، ترى تدوخون.
بالملزمه تلقاها هيك، واحد في ساين ينزل الساين اول شيء، نفس الشيء هو جمع ابدالي، واحد في كوساين الكوساين، يمكن يجي ارتب لك اوكي. هاي علاقه ذهبيه تعوضها واحد، لا تقول لي ولا اقول لك، حافظها علاقه ذهبيه ايش تعوضها؟ واحد كوساين تربيع في ساين تربيع، هذا الواحد نقدر نقول هو جاي من واحد في واحد نفس الشيء، واحد في واحد هو نفسه واحد. زين شوف الرياضيات نقدر نفسخ المقام، يعني شلون؟ يعني كل واحد راح نعطيه واحد، هذا واحد على كوساين اسوي وهذا واحد على ساين، بيناتهم ضرب، واحد على كوساين تربيع ضرب واحد على ساين تربيع، اذا ترجع تضربهم ترى يرجعون نفس الشيء، بس فسخت المقام، فسخت شنو المقام؟ واحد على كوساين تربيع هو شنو؟ هو سيكا تربيع، واحد على ساين تربيع هو منو؟ كوسيكا تربيع، طلعوا ضرب، نقول له LHS يساوي RHS وهو المطلوب. شوفوا لي هذا السؤال اذا انتم تحلوا لي اياه، ففكرته تدرون احطكم فكرته، طبعا تاخذ هذا الطرف انت تحله لازم يطلع اربع كوتان. شوف الفكره هنا أنا. هذا الواحد تعوضه علاقة ذهبية، تعوضه شنو؟ علاقة ذهبية اللي هو شنو علاقة ذهبية؟ تعوضه ساين تربيع زائد كوساين تربيع، يعني باوع توخر الواحد، توخر الواحد خلي بداله هاي النوبة تختصر خسارات، آخر شيء راح يصير عندك كوساين تربيع على ساين تربيع، هذول ايش تعوضهم انت حافظهم يا علاقة كوتان، هاي بس ذكرك بيها، يمكن اكو أربعة بصفهم فيطلع أربعة كوتان. فهي فيكتا شنو؟ انه انت بس الواحد تفكه علاقة ذهبية وتختصر فوق، لا تنسى كوساين على ساين هو كوتان، كوساين على ساين هو كوتان، حلوا لي هذا لازم يطلع بالاخير اربع كوتان، اربع كوتان تربيع، حلوا لي ودزوا لي على التليجرام. طلابنا الابطال عندنا اليوم موضوعنا خلينا نقول قبل الاخير اللي هو همينا من المواضيع المهمة، الزوايا المنتسبة، كلش مهم وان شاء الله سهل اسهل عليكم هذا المخطط. شوف انا انطيتك الزوايا الربعيه انه قلت لك انه اي عندي ربع اول ربع ثاني هنا ربع ثالث وربع رابع. شوف بالزوايا المنتسبه، طبعا الزوايا المنتسبه راح يجيب لك زوايا بالنص صايره هنا او هنا او هنا. اذا تتذكر استاذ مؤمل ايش قال لك الربع الاول ما له تاثير، الكل موجب اصلا ما له اي تاثير، الشغل كله يبدا من الربع الثاني. اقول لك في الشغله اذا جتك الزوايا بالميات يعني هاي ربع ثاني، يعني اي زاويه تجيك بيها 100 ميات يعني 120 130 140 تقول هاي ربع ثاني اوكي. اما اذا جتك الزوايا بالميتينات تبدي بالميتينات تقول ربع ثالث، اما اذا جتك 300 فتقول ربع رابع. هاي خليها ببالك الملاحظه اوكي. شوف هنا أنا بالزوايا المنتسبة عندك بكل ربع عندك تعبيرين، يعني نقدر نكتب الزاوية بتعبيرين. بالربع الثاني نقدر نكتب الزاوية 90 زائد الزاوية اللي ينطيها بالسؤال، ثيتا يعني الزاوية اللي ينطيها بالسؤال أوكي، أو نقدر نقول 180 ناقص الزاوية، طبعا أنت تكتبها بالامتحان احتماليا تاخذها أوكي. فإذا الزاوية كانت ربع ثاني تكتبها باحتماليا، أما 90 زائد أو 180 ناقص أوكي. بالمناسبة انت بالسادس تاخذ بس ام 180 اوكي. اذا ربع ثالث راح تقول اما 180 زائد او 270 ناقص اوكي وياي. اذا ربع ثالث العفو ربع رابع تقول 270 زائد او 360 ناقص، هذني اريد تحفظ لي اياها، هذني اريد تحفظ لي اياها. شوف اريد اعطيك فد ملاحظه، هذا ابو 90 يغير شنو يغير؟ هسه اقول لك تعبير ال 90 احفظها، يغير شي يغير؟ يحول اذا ساين يقلبه يسوي كوساين، واذا كوساين يقلبه يسوي ساين. يا هو هذا بس انتبه تعبير ابو ال 90 بالربع الثاني، وكذلك تعبير ال 270 بالربع الثالث، همينا نفس الكلام، هم يغير شي يغير؟ يغير الساين يسوي كوساين والكوساين يسوي ساين. اوكي هاي هم اكتب لي اياها ملاحظه، عندك شنو انت؟ عندك تعبيرين يغيرون، من هم؟
بالربع الثاني هذا ابو 90 يغير الساين يقلب كوساين والكوساين يقلب ساين، وبالربع الثالث 270 هم يغير الساين يقلب كوساين الكوساين يقلب ساين. اذا هسه انا اريدك تحفظ لي ذني، من اقول لك ربع ثاني تعرف التعبيرات ذني، من اقول لك ربع ثالث هيك اوكي. تعال خذ هذا المثال كرار من الملاحظات اللي يكتبون يحفظون اوكي. هاي خليني يمك اسرح بالتطبيق، راح اخذ لك فكرتين على الزوايا المتسبه. شوف هذا الفكره ها بالمناسبه دقيقه كرار دقيقه، ممكن 90 ما اكتبها 90 اقدر اكتبها باي على 2 باي على 2 زائد ثيتا نفس الشيء، او 180 اكتبها باي ناقص ثيتا. تعرفون انتوا انا اعطيتكم قلت لكم لو نكتبها بشكل يعني ارقام اوكي، او نكتبها بتعبير الباي اوكي. زين شوف لي هذا السؤال، شوف لي هذا السؤال شو يقول. جد ساين ال 120 وكوساين ال 120 دون استخدام الحاسب. اول شيء خلينا نجي على ساين ال 120، انت كطالب بطل وطالب مؤملي من شفت الزاويه بالميات يعني يا ربع، قال لك اذا ميات ربع ثاني يا ربع ثاني، اذا ما طولها بالميات الزاويه بالربع الثاني خلص، ميات ربع ثاني، ميتينات ربع ثالث، ثلاثميات ربع رابع. اذا الساين عرفتها ربع ثاني، طبعا الساين والكوساين اثنيناتهم هاي همينه ربع شنو ثاني. من نجي نحلها اذا اجينا على الساين نريد نحل الساين راح ناخذه بتعبيرين. اتذكر بالربع الثاني كرار بس ارجع لي، بالربع الثاني تكتب الزاوية بطريقتين، أما 90 زائد أو 180 ناقص. يعني هنا راح نقول دقيقة مرتين نكتب الساين تحت قوس بقوس، أما نقول 90 زائد أو 180 ناقص. شوف هسه هي إيش قد هي الزاوية 120 بينك وبين نفسك، 90 زائد إيش قد يطلع 120 30 صح، 90 ذا تجمع حوالي 30 يطلع 120، او تقدر تطرح طرح عمودي 90 ناقص 120 ناقص 90 يطلع لك 30، بس هي مبينه 90 زائد 30 يطلع 120 اوكي. زين اذا قلنا 180 ناقص ايش قد يطلع 120 ناقص 60، همينا اذا تدوخ من هيك تجيب ال 180 فوق وطرح طرح عمودي حيطلع 60 اوكي، حيطلع 60 بس انا اتوقع هي مبينه يعني 180 18 هسه لما تاخذ من 6 يطلع 12 صح لو لا؟ 180 من تاخذ من 60 يطلع 120. زين هاي انت شو تسوي بالامتحان؟ اكتب الزاويه مالتك وتعال 90 زائد ايش قد يطلع 120 زائد 30، 180 ناقص ايش قد؟ اوكي هي طبعا انت خليني اقول لك في الشغله ان عندك ثلاث زوايا بس احفظهم 30 45 و 60 حتستخدم بس ذني، ما راح تستخدم غيرها اوكي، راح تستخدم بس ذني ما تستخدم غيرها. طلاب هي ربع ثاني، اوقف ربع ثاني، اريدك تعرف انه الاشارات مالته سالب موجب، الكوساين سالب الساين موجب، الساين حيصير موجب. هسه احنا نحل الساين، المدى نحل احنا الساين وهو ربع ثاني لميات، فانت ايش راح تسوي؟ طبعا تلغي ال 90 تحط موجب، حتى هاي تلغي ال 180 تحط موجب، بس انتبه استاذ مؤمل قال لك على ال 90 يغير، تذكر الساين تتغير تتحول تصير كوساين. يمكن انا اعطيتك ملاحظه قلت لك اكو تعبيرين يغيرون ال 90 وال 270، اذا شوف 90 و 270 تقلب الساين كوساين او بالعكس. هنا لا ينزل الساين نفسه. هسه تنزل الزاويه، هاي هنا 30 هنا 60. هاي انا علمتك عليها بالحلقه الاولى، عيب بعد ما تحتحلها يعني. كوساين قلت لك كبير تتذكر، وال 30 صغير، كبير وصغير نحط الناتج جذر 3 على 2 تجي على هذا، الساين صغير و60 كبير، صغير وكبير تحط الناتج جذر 3 على 2 ولازم يطلعون نفس النواتج. خلصنا، نروح هسه نحل كوساين 120. نفس الشيء مثل ما علمتك، هاي ربع ثاني، ربع ثاني بس الكوساين شو تصير اشارته بالربع الثاني؟ دير بالك صار هم راح ناخذه بتعبيرين بالربع الثاني. اول شيء نكتب الكوساين مرتين، تعبير مال الربع الثاني انت لازم حافظه اللي هو شنو، اما نقول 90 زائد او 180 ناقص. 90 هي 120، 90 زائد ايش قد يطلع 120؟ 30. وانا قلت لك ماكو هنا ثلاث زوايا، لو 30 لو 60 لو 45،
180 ناقص ايش قد يطلع 120 60 تجي هسه تحلهم تلغي ال 90 وال 90 يغير نتذكر 90 شو يسوي يغير الكوساين شو يصير بالربع الثاني دير بالك سالب هنا راح اخلي سالب كوساين اشارته سالب بالربع الثاني اوكي الكوساين ال 90 يغير الكوساين يحوله ساين تنزل هاي الزاويه بصفة 30 هذا لا الكوساين يبقى نفسه ما يغير ال 180 تلغي ال 180 تنزل الزاويه بصفة 60 تعال هسه حلهم على الطريقه القديمه ساين صغير وهذا صغير صغير وصغير راح الناتج 1 على 2 سالب 1 على 2 تعال هنا حلهم كوساين كبير وهذا كبير كبير وكبير لازم يطلعون نفس الناتج سالب 1 على 2 اوكي فهاي بالنسبه للزوايا المتسعه بس تحفظ هذا الجدول انت اهم شيء تحفظه وتذكر انه ال 90 وال 270 يغيرون يقلبون اوكي اهم شيء تحفظها اذني يعني هاي هنا تحفظ ما ربع الثالث هاي ما ربع الرابع نفس الطريقه اوكي زين اكو يجيني مثال بطريقه ثانيه تختلف اي شوف لي هذا المثال همينا بالزوايا المتسبه نوع من الاسئله اذا كان الساين منطيني قيمه الساين اوكي والثيتا هو قالب يا ربع الربع الثالث زين انت الربع الثالث لازم تعرف هي السالب بسالب كوساين سالب والساين سالب هاي لازم حافظها شو يريد مني ثلاث مطالب يريد مني الكوساين والكوساين بتعبير 270 ناقص والساين بهذا التعبير يعني ثلاث مطالب رايد مني شوف اول شيء الكوساين الاصليه شلون اطلعها وانا عندي ساين اكيد اكو علاقه وحيده تربطها يعني اللي هي علاقه ذهبيه اللي هي تقول تربط الساين بالكوساين ساين تربيع ثيتا زائد كوساين تربيع ثيتا يساوي واحد اني اريد الكوساين لمن انقل انقل الساين الكوساين شو يساوي لي واحد ناقص ساين تربيع الثيتا زين الساين عندي عوضه راح يصير طبعا دير بالك اني عندي بس دير بالك شو تحط عليه لازم تحط عليه تربيع ايش قد الساين عندي قيمته سالب 8 على 17 تجي تفك التربيع 8 في 8 طبعا السالب يروح بس هذا السالب يبقى 8 في 8 64 17 في 17 تضربها ضرب عمودي انا اختصر لك الوقت يطلع 289 289 289 انا كاتب اجابه توحد مقامات بطريقه المقص علمتك طريقه المقص تتذكر نزل المقام نفسه طريقه المقص شو تسوي تضرب وتطرح من فوق 289 في 1 289 ناقص 64 يطلع 225 طبعا جاي اختصر علي هذا منو طلع عندي؟ هذا الكوساين تربيع انت ما تريد كوساين تربيع تريد كوساين فتجذر الطرفين تعال تربيع يروح تطلع الكوساين قيمتها شنو؟ جذر ال 225 15 بينما جذر 289 17 زين هي بيا ربع قال عليها ربع الثالث الربع الثالث الكوساين شي شنو اشارته سالب فتحط سالب طلع الكوساين مالتي هذا اول مطلب يريده من العلاقه الذهبيه من يا علاقه طلعنا العلاقه الذهبيه وانا حليت هواي على هاي نروح على المطلب الثاني المطلب الثاني شي يريد يقول كوساين طبعا 3 باي على 2 تقدر تكتبها 270 حتى للدوخ 270 ناقص الثيتا زين الثيتا اللي هي طبعا احنا راح نجي نكتبها ناقص الثيتا تجي انا ايش قلت لك ال 270 اذا تتذكر قلت لك يقلب هو 90 يعني هذا راح يقلب الكوساين يغير يكتب عليه يغير الكوساين تتغير تصير ساين حكي حلو يابا هاي تروح ماشي بس هنا راح تنزل سالب ثيتا يعني نقدر نقول ثيتا هنا نخليها وهنا نخلي سالب على اعتبار ربع ثالث على اعتبار شنو؟ ربع ثالث الساين اني عندي قيمته منطيني اياه هو سالب 8 وعندي سالب ينضرب السالب بالسالب دقيقه السالب بالسالب موجب 8 على 17 هذا الناتج مالته تقدر تحل انت هذا كواجب المطلب ال ثالث اوكي
طلابنا الأبطال، عندنا موضوع حلو همينة ممكن يجيك بالامتحان، اللي هو الدوال الدائرية إذا أجت مجموع أو فرق قياسي زاويتين، من يطيق زاويتين نحن نسوي بهاي الشغلة. باوع راح أسوي لك بيها خطوات، أوكي؟ فهنا بالمناسبة هي تجي زاويتين عندك أنت، لو تجي زاوية 75 لو 15، أوكي؟ إحنا راح يعني نسوي لك إياها بشكل خطوات، ماشي؟ فهو بالسؤال أنت شلون تعرف هذا الموضوع؟ إنه اكتب لو يجي 75 لو 15، ما يجي غيرها، أوكي؟ لو 75 لو 15، يعني يجيب لك كوساين 15 ساين 75، نسوي هاي الخطوات اللي هي طبعاً فرق أو مجموع قياسي زاويتين، أوكي؟ يعني راح نفسخها يعني إلى قوانين تختلف. شوف أول خطوة أريدك تنتبه لي، الخمسة وسبعين إذا أجاك السؤال 75 حصير الإشارة مع الوسط زائد، وتقول 45 زائد 30، هاي تحفظها ثابتة. إذا 75 تحول إلى شنو؟ 45 زائد 30، أوكي؟ إذا أجى السؤال 75 تحول إلى 45 زائد 30، انتبه زائد، إن إشارة الوسط كلش مهمة. أما إذا أجاك 15، طبعاً هو الطلاب لو يجي 75 لو 15 ما يجي غيرهم بهذا الموضوع. أما إذا أجا 15 فرح تحوله كالآتي، طبعاً ذكر دائماً هذا كبير فيصير إشارته زائد، أما ال 15 الصغير فإشارته شو تصير؟ ناقص. نفس الأرقام 45 ناقص 30 حيصير، بينما أنا 45 زائد 30، صدق فكرة؟ فخلينا نقول أول خطوة نحول الزائد، أوكي؟ يعني حتى وراها بالخطوة وراها نطبق القوانين. طبعاً باوع دائماً أول واحد حنسميه X1، عفواً X2، وهذا راح أسميه X1. هسه أقول لك شنو، أوكي؟ بس إيش راح نعطيه تسميات. نفس الشيء إذا 15 دائماً أول واحد نسميه X2 وهذا نسميه X1، أوكي؟ هسه نعيد، شنو أول خطوة نسويها؟ إذا أجت الزاوية 75 أو 30 فنفسخهم، إذا 75 فيصير 45 زائد 30، انتبه 75 أبو الزائد، بينما 15 أبو الناقص، 45 ناقص 30، أوكي؟ ماشي، أول خطوة تسويها تفسخ ذول. تجي على الخطوة الثانية، الخطوة الثانية باوع أنت السؤال لو يجي كوساين لو ساين أكثر الأحيان، يعني تان قليل يجي، إذا إجاك كوساين فتنتبه، لو عندك الإشارة زائد لو الإشارة سالب، هذا أبو الزائد إذا كانت الزاوية 75 أكيد، لأن هو شو وقت يصير زائد؟ لما الزاوية 75 حتطبق أبو الزائد. أما ناقص معناته الزاوية جاية شو اسمها 15، أوكي؟ فأنت الكوساين تشوف إذا 75 تطبق لهذا القانون لأن راح يصير زائد، أما إذا 15 راح تطبق لهذا القانون لأن راح يصير ناقص، يعني قلت لك ال 75 يصير 45 زائد 3، بينما ال 15 يصير ناقص 3، اوكي؟ فشنو هذا القانون؟ شلون راح تحفظه؟ خلي اعلمك طريقه تحفظه بالكوساين. شوف اولا انت راح تفسخها مو بهالشكل، تقول اكس 2 زائد اكس 1 كوساين اكس 2 زائد اكس 1. تجي شوف اتذكر الكوساين شلون ينكتب قانونه، ينكتب كوساين كوساين، هاي طبعا الاشاره حسب الاشاره مال هذا، اذا زائد يصير زائد هنا، اوكي؟ بابا كوساين شلون تكتبه؟ كوساين كوساين ساين ساين وياي، كوساين كوساين ساين ساين. بالبدايه تكتب كوساين كوساين، بعدين طبعا الاشاره مال الوسط نفسها تنزلها، اذا زائد زائد، اذا ناقص لا عفوا انا غلطان هنا، اذا زائد تنزلها ناقص هنا بالعكس، اوكي؟ واذا ناقص تنزلها زائد، يعني هنا الاشاره تصير بالعكس، انا غلطان، اوكي؟ الاشاره تصير بالعكس. شوف كوساين كوساين ساين ساين، هيك احفظها كوساين كوساين ساين ساين، الاشاره اذا زائد تصير ناقص بالوسط بالعكس، اشاره بالعكس. تجي تكتب مو تكتب كوساين كوساين ساين ساين انت وتحط الاشاره بالعكس، هنا تكتب اكس 1 اكس 2، هنا نفس الشيء تكتب اكس 1 اكس 2، اوكي؟ نفس الشيء هذا القانون. تجي شو تقول؟ تكتب كوساين كوساين ساين ساين، الاشاره بالعكس، اذا سالب تحطها موجب، اوكي؟ اذا سالب تحطها شنو؟ موجب. طبعا هنا عم غلطان هسه راح اعدلها، اذا سالب تحطها موجب ايضا كوساين كوساين ساين ساين. شوف تيجي هنا تكتب اكس 1 اكس 2 اكس 1 اكس 2، طبعا اكس 1 واكس 2
اللي راح تاخذهم من السؤال اللي هم الزوايا، اوكي؟ راح تاخذهم من السؤال اللي هم الزوايا. خلص هذا حفظناه. هسه وياي قانون الكوساين، شلون نكتبه؟ كوساين كوساين ساين ساين، كوساين كوساين ساين ساين. تكتب كوساين مرتين بعدين ساين مرتين. الاشاره بالعكس، اكتب لك هنا بالعكس، عكس اشاره الوسط. اذا كانت موجب تكتبها سالب، اذا كانت سالب تكتبها موجب. هسه كرا شلون نكتب الكوساين؟ كوساين كوساين ساين ساين، والاشاره والاشاره عكس بالضبط. تكتب هنا اكس 1 اكس 2 اكس 1 اكس 2، هاي دائما اول شيء اكس 1 اكس 2 اكس 1 اكس 2. شلون نكتب الساين؟ نحفظ قانون الساين. طبعا ذني طبعا ذني حفظ طلاب. الساين راح نقول لا مختلفات، مو كوساين كوساين ساين ساين، لا ساين كوساين ساين كوساين. الساين شلون نكتبه؟ نكتبه ساين كوساين ساين كوساين. هنا الاشاره نفس الاشاره مال الوسط مو بالعكس، انتبه. يعني اذا موجب تكتب موجب، اكتب لك فوق نفس اشاره الوسط. اذا سالب تكتب سالب. هاي شغله. والشغله الثانيه تختلف شنو؟ كنا قبل نكتب اول شيء اكس 1 اكس 2، هنا لا تكتب اكس 2 اكس 1 اكس 1 اكس 2. انتبه على هاي، اوكي؟ اكس 2 اكس 1 اول شيء بعدين بالعكس اكس 1 اكس 2. نفس الشيء هنا اكس 2 اكس 1 اكس 1 اكس 2. ادري الدوخ، انا اعرف الدوخ، بس هي حفظ هاي، ما بيها ما بيها يعني، اوكي؟ هنا ايضا نفس الاشاره، انتبه نفس الاشاره. يعني انا ادري بيها هي الدوخ، لكن هي تحفظها لازم، اوكي؟ هسه الكوساين شلون تكتبه؟ تكتبه كوساين كوساين ساين ساين. بينما الساين شلون تكتبه قانونه؟ لا ساين كوساين ساين كوساين ساين كوساين ساين كوساين. والاشاره ما اذا ساين الاشاره نفس، اذا كوساين عكس اشاره الوسط، اوكي؟ عكس اشاره الوسط. خليني نجي هنا كرار على هذا السؤال. احسب كوساين 75 كوساين 15. انا طبعا طلاب انه بدنا تحفظون، يعني حتى لو تحفظون امثله عندني خاف اجيب لك اياهم بالامتحان. اذا ردنا نطلع هسه كوساين 75، ايش قال لك استاذ مؤمل؟ اول شيء ال 75 ايش يتحول؟ ال 75 نحوله الى 45 زائد 30. طبعا لا تدوخ، هذا راح اسميه اكس 2 هذا اكس 1. اوكي هذا اكس 2 هذا اكس 1. زين تيجي هسه شو تقول؟ باوع الكوساين انا ايش معلمك شو تسوي؟ تنزل كوساين كوساين عكس اشاره الوسط يعني سالب ساين ساين. تعال هسه اول شيء نزل الاكس 1 اللي هي 30، نوبا الاكس 2 اللي هي 45، نوبا هنا نجي شو نقول؟ ننزل اول شيء منو؟ ننزل اول شيء الاكس 1 اللي هي شنو؟ ال 30، نوبا الاكس 2 اللي هي 45. طبعا ما ياثر هنا، حتى اذا تقلبها نفس الشيء يطلع، حتى اذا تقلبها نفس الشيء يطلع. تعال عوض هسه بعد التحافظ، الكوساين هذا كبير وهذا صغير، كبير وصغير مختلفات، تحط الناتج جذر 3 على 2. كبير وصغير تحط الناتج شنو؟ جذر 3 على 2. تجي هنا كوساين 45 هذا اصلا حافظي 1 على جذر 2، ما يحتاج تدوخ نفسك. تجي على هذا معلمك طريقه، صغير وصغير الناتج مالته 1 على 2. اللي ما يعرف هاي الطريقه يشوفها بالحلقه الاولى. ساين 45 اصلا قيمته ثابته 1 على جذر 2. تعال هسه اضرب. الضرب بالرياضيات بالكسور يعني نضرب بسط في بسط، مقام في مقام. جذر 3 في 1 جذر 3، 2 في جذر 2 2 في جذر 2 2 جذر 2. نجي 1 في 1 1، 2 في جذر 2 2 جذر 2. المقامات متوحدة، المقامات شنو؟ متوحدة، حيصير مقام واحد. 3 جذر 3 تنزل ناقص 1، طلع الناتج جذر 3 ناقص 1 على 2 جذر 2. هذا من هو طلعنا؟ طلعنا الكوساين 75. اريد تحلي هسه انت كوساين 15 بابا بابا نفس الطريقه، بس انتبه كوساين 15 ايش راح تحوله؟ تحوله الى شنو؟ 45 ناقص 30. ومن تجي تحل شو تسوي؟ نفس ما علمك استاذ مؤمن، انتبه ناقص، لان 15 ال 15 دائما ناقص، بينما ال 75 دائما شنو؟ زائد. تحط كوساين كوساين اول شيء
عكس الإشارة، تذكر الكوسين قلت لك عكس الإشارة، زائد ساين ساين. أوكي تيجي شو تقول هسه؟ طبعًا هذا x1 هذا x2 هذا x1. تيجي نزل x1 أول شيء 30 نوبة x2 45. نانا تيجي تنزل x1 30 نوبة x2 45 وتكمل حلها. أوكي وتعوض قيم الساين والكوساين ماشي يعني. فهاي بالنسبة لمجموع أو فرق قياسة لازم أعطيك فكرة عليا خاف يجيب لك إياها بالامتحان، إنه بس قوانين تنزلهن. أوكي إذن بس قوانين تنزلهن. زين طلابنا الأبطال وصلنا بالبارت الأخير بالفصل الرابع. طبعا أنا سويتكم يا حلقتين إن شاء الله وأخذنا كل المواضيع مع الفصل الرابع. شوف قوانين اليوم راح نأخذ قوانين ضعف الزاوية وقوانين نصف الزاوية. قوانين ضعف الزاوية هاي كلش مهمة كلش كلش كلش. ليش كلش مهمة؟ لأن بالسادس العلمي تفيدك. عندك قانونين بضعف الزاوية، واحد مال ساين وواحد مال كوساين. هذني تحفظهن حفظ. شلون العلاقة الذهبية وذني؟ ذني حفظ. أوكي؟ عنا عليهن أمثلة بسيطة همينة. شوف أول شيء واحد للساين وواحد للكوساين. ساين 2 إكس شنو قانونه؟ شنو قانون ضعف الزاوية مال ساين؟ طبعًا مو شرط 2 ممكن 4 ممكن 6 المهم غير الإكس تجي صفحة رقمه. أوكي؟ يعني هاي الأمثال تضرب ولا تقاس. أول شيء اللي راح أكتبه بالأسود فهو ثابت. الاثنين تنزل هاي ثابتة بالقانون ساين وتنزل كوساين ضرب بينات. الزاوية هنا راح تتنصف تقسمها على اثنين. يعني إذا هي اثنين تصير إكس بإكس. خلي شوف خلي أكتب لك هنا إنه الزاوية تقسمها على اثنين. الزاوية تقسمها على إيش قد؟ على اثنين. يعني إذا هي زين إذا أربعة شو تصير؟ تصير اثنين باثنين. صدق الفكرة؟ زين فهنا اثنين تصير واحد بواحد. طبعا اكس يعني واحد واحد بواحد. هذا اللي بالاسود ثابت ما عليك به، اما الازرق هو حسب الزاويه. اذا اثنين تصير اكس باكس. هاي علاقه الضعف مالت الساين، هاي كلش مهمه بالسادس العلمي تحفظها. اوكي اما الكوساين شنو علاقه الضعف مالته؟ همي انا اللي راح اكتبه بالاسود ثابت. كوساين تربيع ناقص ساين تربيع. دير بالك ذيك العلاقه الذهبيه زائد لا تخربط. هاي علاقه الضعف همين يعني الزاوية تتنصف على تقسمها على اثنين. إذا هي اثنين تصير واحد بواحد. زين كرار إذا أربعة عجبت لك من الامتحان شو تسويها؟ فيها تسوي اثنين باثنين. وصلت الفكرة؟ يعني دائما نقسم على اثنين الزاوية تتنصف. فهسه احنا راح ناخذها اثنين بس اللي هي مو ثابتة اثنين الأمثال تضرب ولا تقاس. فخلي أكتب لك هنا إنه هاي الزاوية هم راح نقسمها على ايش قد؟ على اثنين. ما السؤال. هذني العلاقتين تحفظ لي اياها. حفظ ما بيه المجال تدرخن درخ مهمات ثابتات. هذين طبعا اللي يسالني اكو طلاب عندي عباقره عبالي ما هاي اثنين لين هاي اثنين. لا حبيبي عسى ما اخليها سته. هاك خليتها سته مو تحو سوي لي هاي سته. هاي ثابته. اذا اسوي لك هاي سته مثلا هاي سته اكس هنا راح يتغير بس الزاويه تتغير. سته تقسمها على اثنين تصير ثلاثه بثلاث. وصلت الفكره؟ اما هاي الاثنين اللي بالبدايه ثابته. اوكي ثابته. وصلت الفكره شباب؟ يعني مو عبالك لين الزاوية اثنين خليت اثنين. لا حبيبي هي ثابتة. هاي الاثنين اللي بالاسود ثابت. نفس الشيء هنا التربيع ثابت ناقص ثابت. اوكي هاي تحفظ لي اياها العلاقات الضعف. وحدة مال الساين وحدة مال الكوساين. نجي ناخذ مثال عليهم. طبعا شو راح تعرف المثال؟ هو راح يطلب منك 2x 4x. اوكي تستخدم هاي العلاقة علاقة الضعف. اذا كان منطيني الساين هو الساين منطينيها 4 على 5 وقايل لي الزاويه بالربع الاول. طبعا هاي من 0 ل 90 يعني الربع الاول. احسب ثلاث مطالب ساين 2 اكس. طبعا ما يطلع لي انت عندك اكس فتطبق علاقه الضعف لازم. كوساين 2 اكس ايضا علاقه الضعف مال كوساين. اما التان سهل شغلته. من تطلع الساين والكوساين تقول ساين على كوساين بالاخير. مو طلع الساين والكوساين قسم ساين كوساين. بس انا حاليا اذا اريد كرر بس ارجع لي إذا أريد نطلع ساين 2 إكس لازم عندي ساين إكس وكوساين إكس. زين أنت عندك قوانين للساين والكوساين بالعلاقة الذهبية لازم حافظها. هذا قانون الساين إكس وكوساين إكس هم بي قانون بالعلاقة الذهبية. هذني أنت حافظهم من العلاقة الذهبية من حافظ القديمات. هنا لو تلاحظ أبو السؤال منطيك بس قيمة الساين. انت ما تقدر تطبق هسه علاقه الضعف مال الساين لان ما عندك كوساين. تروح تطلع من العلاقه الذهبيه الكوساين. الكوساين اكس
قانونه بالعلاقه الذهبيه واحد ناقص ساين تربيع. انت عندك الساين عوضه 4 على 5 بس حط عليه تربيع. تعال فك التربيع، التربيع يتوزع طبعا على 4 وعلى 5 يصير 1 ناقص 16 على 25. طريقة المقص تنزل المقام نفسه، نضرب ونطرح 25 في 1 25 ناقص 16 9 كوساين تربيع طلعت 9. تعال هسه اجذر الكوساين ايش يطلع؟ من تجذر الطرفين 9 جذرها 3 25 جذرها 5 طلعت الكوساين، وانت عندك الساين انا منطق اياه 4 على 5. هسه تقدر تطلع اول مطلب يريده منك؟ اي تقدر. شنو اول مطلب يريده منك؟ يريد مني اول مطلب ساين 2 اكس. العلاقه ما الضعف ما الساين حافظها؟ اي حافظها استاذ. يلا شنو هي؟ ننزل 2 ساين كوساين نص الزاويه، الزاويه 2 فتصير شنو؟ اكس باكس. زين انت ساين اكس وكوساين اكس مطلعهم اصلا عندك قيمهم ذولك بالك. هذا اصلا هو من طيب السؤال. الساين كوساين طلعناه من العلاقه الذهبيه بس نعوض الساين ايش قد نعوضه؟ 4 على 5 والكوساين 3 على 5. زين تضرب هسه هاي ضرب طبيعي 2 في 4 8 في 3 24 5 في 5 5 20. طلع الناتج 24 على 25. هذا من هو طلع عندي اني؟ طلع عندي الساين 2 اكس. نروح على المطلب الثاني. المطلب الثاني يريد كوساين 2 اكس. اوكي، قانون الضعف مال كوساين شو يقول؟ كوساين تربيع ناقص ساين تربيع مثل ما علمتك، تخلي هنا اكس وهنا اكس. الكوساين والساين عندك بس دير بالك لازم تربحهم. تجي تعوض. اوس تربيع ناقص اوس تربيع. الساين هو منطي اصلا 4 على 5 والكوساين طلعناه من العلاقه الذهبيه ايش قد؟ 3 على 5. تجي فك التربيع هذا يصير 9 على 25 وهذا يصير طبعا 4 تربيع 16 على 25. انا طبعا طلاب جاي يوزع التربيع على البسط وعلى المقام، على البسط وعلى المقام. ها هنا أنا انتبه عندي شنو؟ انا عوضت الكوساين صحيح 3 على 5 مضبوط 9 على 25 والساين 4 على 5. زين 9 ناقص 16 راح يطلع عندي سالب اشاره الكبير 9 ناقص 16 سالب 7 على 25. طبعا عادي الزاويه تطلع سالبه. اوكي هذا كوساين شنو؟ 2 اكس. اخر شيء هذا المطلب الثاني. اوكي هذا المطلب الثاني. اخر مطلب اللي هو المطلب الثالث التام ما يحتاج، هو قانون تعرفه انت ساين على كوساين، ساين 2 اكس بس دير بالك على كوساين 2 اكس. ساين 2 اكس ايش قد طلعناه؟ 24 على 25. كوساين سالب 7 على 25. 25 تروح ويا 25 تبقى 24 سالب 24 على 7. هذا التان 2 اكس. المطلب الثالث. اوكي طلع تطبيق بس قوانين. بس انت تذكر لازم اول شيء تطبق العلاقه الذهبيه تطلع الكوساين، من يصير عندك الكوساين والساين تقدر تطلع قوانين الضعف. اوكي زين يعني طلعهن جماعه الاكس اول شيء بعدين طلع ابو الاثنين اكسات. نجي على هذا المثال همينه يقول بين ان، طبعا بين ان يعني اثبت، واسئله الاثبت انا معلمك تاخذ الطرف الايسر تحله يطلع نفس الطرف الايمن. ناخذ ال اتش هاي الفيكة ترى يجيبوها بالامتحان نص السنة. طلاب هذا يسموه تحليل فرق بين مربعين. الفرق بين مربعين تفتح قوسين تخلي واحد موجب واحد سالب. تجي على الكوساين أس 4 مين جاي؟ جاي من كوساين تربيع. الزاوية تنزل نفسها في كوساين تربيع. ساين أس 4 مين جاي؟ جاي من ساين تربيع بساين تربيع. طبعا استاذ حبيبي الاستاذ انا ما اتذكر عيني هذا اخذته بالمتوسطه يعني يجيك هيجي. شو تسوي؟ تفتح قوسين تسوي فرق بين مربعين. طبعا حتى لو اس 4 مو الا شرط تربيع اس 4 ساين سؤالي اس 4 قوس موجب قوس سالب. تجي هذا تقول منين جاي؟ جاي من اكس تربيع باكس تربيع. هذا منين جاي؟ من واي تربيع بواي تربيع. اوكي بس حتى
يعني يكون واضحين بالصورة. زين نرجع هسه طلاب عيني، هاي رأسا تعرف انه هاي العلاقة الذهبية تعوض واحد. هاي شنو؟ هاي علاقة الضعف كوساين 2x. تكتب كوساين وتكتب 2، الزاوية شنو هنا؟ ما طبعا الزاوية مو x، هنا الزاوية x على 2، ف2 في x على 2 هي هاي الاكس تعتبر. يعني وصلت الفكرة؟ الزاوية مال السؤال x على 2 فتضربها في 2 لان هي ضعف. اوكي فتجي الاثنين تروح ويا الاثنين، واحد في كوساين طلع كوساين اكس، اذا ال اتش اس يساوي ار اتش اس. واو ها مين طلاب؟ هاي العلاقه الذهبيه، اكتب عليها العلاقه الذهبيه. هاي علاقه الضعف مال كوساين اللي هي كوساين 2 اكس، بس لما نكتب 2 اكس هنا لان الزاويه اكس على 2 بنكتب 2 اكس على 2. الاثنين راحت ويا الاثنين، طلع الطرف الايسر نفس الطرف الايمن. هاي علاقه الضعف. اوكي عندنا هسه قوانين نصف الزاويه، هذني تحفظ لي اياها هم، انا خاف يجن بالامتحان. طبعا هذني موجود بالسادس العلمي، بس من تجيك زاويه مثلا غريبه مثلا زاويه باي على 8 ما تعرف تحلها انت، فشو تسوي؟ تستخدم قوانين نصف الزاويه ترجحها. يعني بالعكس ساين اكس شو يساوي قانونه؟ جذر 1 ناقص كوساين 2 اكس على 2. طبعا انا اقول للطلاب اذا ساين تحط سالب لانه يعني عكس الكوساين، اما اذا كوساين نفس القانون بس تحط موجب. طبعا هذا داخل الجذر هذا ثابت. اوكي اذا كوساين موجب لان هو هذا هم كوساين 2 اكس، اذا ساين تحط سالب. هسه اذا ساين اكس جذر 1 ناقص كوساين 2 اكس على 2، هنا ايش يصير اذا كوساين؟ جذر 1 زائد كوساين 2 اكس على 2. هاي يسموها قوانين نصف الزاويه. اكتب لما تجي الزاويه غريبه وما نعرفها، غريبه وما نعرفها، اكو زوايا ما تعرف قيمها انت، مثل باي على 8. هسه شوف هذا المثال ساين باي على 8، انا ما اعرف قيمته هذا لان استاذ مؤمل منطيني بس باي على 3، باي على 3 وباي على 6 وباي على 4، باي على 8 انا ما منطيكم اياها. اذا نسوي له قوانين نصف الزاويه، شو تقول؟ اول شيء تكتب طبعا قانون الساين هذا، فتكتب قانون الساين. شنو قانون الساين؟ 1 ناقص كوساين 2 اكس، الاكس طبعا هي اقصد بها الزاويه، هاي الاكس اللي هي باي على 8 اوكي على 2. تختصر ال2 ويا ال8 يبقى جوا 4. ايش راح يصير عندي؟ 1 ناقص كوساين باي على 4 على 2. كوساين باي على 4 انت حافظ قيمته اللي هي شنو؟ 1 على جذر 2 على 2. شويه طلاب هنا انتبهوا لي، هنا راح نضرب بالعامل المنسب، ما طول عندي جذر فنضرب بالجذر نفسه، نضرب في جذر 2 على جذر 2 حتى يتبسط. هاي يعني احفظها، لانه من يكون عندك جذر تضرب بالعامل المنسب. راح تجي شو يقول؟ 2 في جذر 2 2 جذر 2 جذر 2 حتوزع، جذر 2 في 1 جذر 2 جذر 2 في هنا راح تروح الجذر 2 ويا الجذر 2 حيبقى بس 1 عندك، حيبقى شنو؟ بس 1 عندك. اوكي فصار جذر 2 ناقص 1 على 2 جذر 2. ترجع مره ثانيه تضرب بالعامل المنسب اللي هو جذر 2 في على جذر 2 حتى يروح الجذر بالمقام. اوكي يعني مرتين تضرب. اوكي هسه تجي تضرب جذر 2 ويا هاي جذر 2، هاي وقف دقيقه خليني اكمل لك هنا. اثنين طبعا هذا معاملة واحد، اثنين في واحد تنزل اثنين، جذر اثنين في جذر اثنين، الجذر من ينضرب بروحه تطلع روحه ينزل بدون جذر، تعال فوق وزع جذر اثنين، جذر اثنين في جذر اثنين تطلع روحه بس اثنين، جذر اثنين في سالب واحد سالب جذر اثنين. زين حيصير عندي شنو هنا الناتج؟ اثنين ناقص جذر اثنين على اربعة. زين تعال حكمل هنا كرار. اوكي أوزع الجذر على الفوق وعلى جوه، الأربعة شنو جذرها؟ اثنين، طلع هذا الناتج مالتي وخلصنا هنا الفصل الرابع. لا تنسون المشاركة والسبسكرايب واللايك وتنشروها بكل مكان. تحياتي لكم أستاذ محمد.